بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. الأهلي وحصان طروادة. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة. الأهلي وحصان طروادة، أنت ناوي على إيه؟ والله اللي بيحصل اليومين دول من نفسي يا حبيبي، بالصدفة الشديدة كما ستكتشف من الحلقة اللي انت عاملها كويس، نفس المجموعة التي اخترقت النادي الأهلي على أسلوب القصة الشهيرة بتاعت حصان طروادة اللي هنشرحها برضو للناس عشان تعيش معانا. إذن هي حلقة مهمة فيها خمسة عناوين: الأهلي والحتة الثانية، الإعلام بين التدليس والتلبيس، الضربة القارية الأولى في السنوات العجاف، البطل في منزل صباح، وأخيرا الأساطير الحقيقية في الصلاة. محتوى حلقة متنوع في كتير من التفاصيل المهمة جدا، لكن خليني أقول لك، هو في مادة صباح ولا ينهي حيري الصباح؟ هنشوفها هنشوفها قصتها ان شاء الله. طيب، الاهلي بدا الاستعداد الجاد للمباراه اللي جايه، عبر وادي دجله وبدا يستعد لمباراه حرس الحدود يوم الاحد ان شاء الله. علي معلول بدا ينتظم في التدريبات بعد ما رجع من الاصابه اللي كانت ابعدته الفتره اللي فاتت في العضله الضامه. الجهاز الطبي طمن عليه وبدا يشركوا الجهاز الفني في التدريبات بالقوة الطبيعية بتاعته، وإن شاء الله يكون جاهز للمرحلة الجاية. أيضا في تمرينة النهاردة يمكن الجهاز الفني عمل فقرة خاصة للشوتينج أو التصويب على المرمى من كل الجهات، استعدادا لمباراة الحرس يوم الأحد زي ما قلت لكم اللي هتبقى في ملعب السلام. ريني فايلر قسم اللعيبة المجموعتين في نهاية المران لتنفيذ فقرة التصويب، وبيحاول فايلر زي ما أنتم شايفين فلسفته تجهيز كل العناصر، مفيش اساسي واحتياطي، لا الكل متاح والكل عنده فرصه والكل يقدر يلعب والكل يقدر يدافع عن حقه في الاستمرار ان شاء الله. ركز ريني فايلر على تدريبات معينه من النواحي التكتيكيه، لكن اللي كشفت عنه هذه التدريبات اللعيبه كلها يا باشمهندس في حاله شغف ورغبه في ان هي تفضل تاخد الفرص. اجمل شيء انك تعشق عملك او تحبه. ولذلك دايما يقول لك الاحتراف هو قمة الهواية. أيوة، أنا بقول الهواية هي قمة الاحتراف. سيان، عندما تهوى ما تفعله. تشتغل بشغف أو تحترف هوايتك. هم حاسين إن المناخ كله لا حلو، إيجابي قوي، والتنافس حلو، والشخصية المسيطرة بأدب وبذوق وبهدوء حلوة، والقناعة الفنية موجودة، كل العوامل تؤدي إلى أنك بتروح شغلك نفسك مفتوحة، عايز تلتزم وتنتظم وتعمل اللي عليك. وده الجو اللي داخل الفريق، ده الجو اللي أي نادي يسعد إذا توافر له هذا المناخ في فرقته. تمام، وده اللي مخلي جمهور الأهلي دايما وأبدا سعيد باللي بيحصل وفخور بناديه كمان، لدرجة التفاعل الكبير جدا على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. بمناسبة وسائل التواصل الاجتماعي وقرب نهاية العام، كل سنة وانتم طيبين، تويتر حبت تعلن عن الأكثر استخداما ليها أو الأسماء الأكثر تداولا على البحث على تويتر. زي ما قالت شبكة العين الإماراتية، الأهلي حسم درب الزمالك حتى على تويتر، وتبين انه من حيث الشعبيه في مرات استخدام الوسوم او الهاشتاج على تويتر جه النادي الاهلي في المرتبه الاولى بفارق كبير جدا، ودي صداره للمره الثالثه على التوالي. طبعا متفوق على غريمه التقليد الزمالك اللي حل في المركز الثاني، والاتحاد السكندري الثالث اللي كان قبل كده الموسم اللي قبل اللي فات كان الاتحاد الثاني والزمالك الثالث. اذن ده احد روافد قياس الشعبيه ودرجه الاهتمام. لا، انا ببص له منظور اهم. هذه احد مؤشرات ودلائل واثباتات القيمه التسويقيه لكل نادي. جمهورك، عدد جمهورك. وعدد جمهورك بيبان في اي استفتاء. ايوه، يبان.
النهارده اما الاهلي للعام الثالث على التوالي يتصدر قائمه المستخدمين. أي. ودي شبكه العين الاماراتيه، مالناش دعوه يعني، ما فيش مصالح يعني تخلي يعني في منهجيه وفي اسلوب علمي بيؤدي الى هذه النتائج. لكن اللي انا سعيد بيه والله بجد يعني نادي الاتحاد السكندري. اي حقيقي يعني. اي لان انا اشوف واحد من اهم الانديه الشعبيه وجات له فتره من الفترات يعني كان يشهد تعثرا، النهارده بيشهد استفاقه. طبعا الباسكت بول بعد ما 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 فريقه الذهبي اعتزل لا رجع بنى فريق ذهبي ايضا بيكسب البطولات، وصعب جدا تبقى في نادي امكانياته مش ضخمه جدا انك تقدر تلعب فرقتين عشان يتنافسوا في مجالهم، فريق في كرة القدم وفريق في لعبة جماعية. عبء كبير جدا. مخليني أنا سعيد لنادي الاتحاد السكندري بالتأكيد يعني. أما الأهلي فكل يوم بيرد على الناس اللي مش عايزة تصدق الأمر الواقع وما زالت تعيش في شرنقة الوهم. مش عايزة تصدق إنه الأهلي في حتة تانية خالص. الأهلي والحتة التانية. طب الأهلي وهو معروف، الحتة التانية إيه بقى؟ نشوف الزميل العزيز كريم حسن شحاتة وهو يلخص حجم قوة الأهلي وحقيقة الحتة التانية. نروح بقى للأهلي، وقبل ما نتكلم على الأهلي ودجلة عايز أتكلم كلمتين عن النادي الأهلي. عايز أقول لكم بس أرقام كده عشان تترجموا معايا وضع النادي الاهلي في الدوري ازاي. الاهلي لعب 5 ماتشات كسب ال5 ماتشات، يعني عنده 15 نقطه بالعلامه الكامله. النادي الاهلي احرز 17 هدف في ال5 ماتشات، يعني بمعدل اكتر من 3 اهداف في المباراه الواحده. 17 هدف في 5 ماتشات، كل الماتشات نتائج تقيله ما عدا مباراه واحده اللي هي بتاعت سموحه، الاهلي كسب 1-0، لكن كله 5 في 3 في 4، يعني نتائج تقيلة جدا. النادي الأهلي دخل مرمى هدف واحد. بصوا بقى المؤشر، يعني أنا بشرح لكم بلغة الأرقام والإحصائيات عشان أنتوا تترجموا فريق النادي الأهلي في الدوري. 5 ماتشات ب5 انتصارات، العلامة الكاملة 15 نقطة. 17 هدف في ال5 ماتشات، يعني لو جينا حسبنا كده 17 هدف دول قسمناهم على ال5 ماتشات هتلاقي 3.3، 3 أهداف و3 من 10 أو 3 أهداف و2 من 10 في كل مباراة. يعني معدل تهديفي عالي. دخل في النادي الاهلي هدف واحد فقط، وكان في مباراه الاهلي واسوان اللي انتهت 5-1 لصالح الاهلي، وكان اوميد اوكري هو اللي سجل في مرمى النادي الاهلي. الارقام دي تقول لنا ايه؟ تقول لنا النادي الاهلي السنه دي في الدوري، يعني ما يزعلوش مني الانديه الاخرى، ما فيش فريق زي النادي الاهلي او ملوش منافس حتى الان. حتى الان لسه طبعا الدوري طويل، احنا بنلعب في الاسبوع السابع والاهلي لعب 5 ماتشات فقط. انتوا عارفين الاهلي ليه ماتشين مؤجلين، ماتش مع المصري وماتش مع الزمالك، هيلعب مع المصري يوم 15 فبراير وبعدين مع الزمالك يوم 19 فبراير. حتى الآن وأنا بكلمكم دلوقتي الأهلي بدون منافس في بطولة الدوري، يعني حتى هتلاقوا الفرق اللي عندها 13 نقطة زي المقاولين والاتحاد السكندري، فرق كويسة وفرق محترمة وكل حاجة، ولكن لعبوا ماتشاتهم كاملة. الأهلي لسه ليه ماتشين مؤجلين، يعني الأهلي لو كسب الماتشين المؤجلين يفرق عن بقية الفرق حوالي 8 نقط. فطبعا الاهلي حتى الان هو الفريق الاقوى في الدوري المصري. فالاهلي حاليا ما يزعلوش مني الزملكاويه، ويعني احنا بنتكلم كوره، كل الناس احنا بنتكلم كوره. حتى الان الاهلي في يعني نقدر نقول في كوكب اخر او في منطقه اخرى بعيدا عن الانديه الاخرى. كلام موضوعي جدا بيستند الى الارقام التي يجب ان يتقف امامها. مين بقى؟ مش الجماهير، الجماهير الاخرى على فكره سيبك من المناهده اللي على وسائل التواصل الاجتماعي مقتنعه. الا جزء من عندنا من جماهيرنا احنا اللي دايما عايز الكمال. يعني الاول كان تكسب يقول لك والاداء، تكسب باداء يقول لك بس كان علينا فرصه، كان علينا فرصتين واحنا لامتى هيجي فرصه؟ دي كره قدم بتلعب فرق، ده على مستوى العالم.
صحيح. لا البارسا ولا الريال ولا الليفربول ولا المان يونايتد لازم يتعرض، طالما انك انت عندك الجرأة الهجومية وفاتح لعبك، ودي كرة القدم صحيح، انك تحاول اللي قدام يحاول، مش التكتل ونطلع نسقف. صحيح. اخطر شيء على كرة القدم ان احنا نحتفي بظواهر تكتل الفرق المدافعة استسلاما وقناعة منها انها يعني تطلع ببنط ويبقى كتر خير الدنيا. فهو ده، لكن لما تبقى فرقة بتلعبك في متعة في كرة القدم بتحرجك شوية، ما هي لازم، وانت في نفس الوقت تفوقك بيبان، البدني ان شاء الله يأتي متأخرا، الفني ان شاء الله يأتي متأخرا، لكن بيأتي بجدارة، انت بتكسب بجدارة، وما تخسر تخسر بظرف غير منطقي وغير تقليدي، ويبقى هزيمة ظرف وليست هزيمة مستوى. أيوة. ودي حصلت مرة واحدة أمام النجم الساحلي. أيوة. فأرجو يعني جماهيرنا يعني لا افتحوا نفس اللعيبة شوية، ما ينفعش كده، ما ينفعش إن احنا لا، وهم عايزين كمان جلد الذات، جلد الذات، عايزين لعيبة ملايكة مش ما تغلطش أبدا. ما خلاص ما إذا كان إذا كنا هنوصل للعيبة أولا مش موجودين على ظهر الكوكب، لكن حتى لو موجودين يبقى المفروض إن احنا نبقى احنا كمان مش موجودين هنا، موجودين بقى في يا في اسبانيا يا في انجلترا يا في، وهنعمل زي غيرنا يعني. مش خلينا نستمتع بفرقتنا وبادائها وبحماسها، وده يجي يقول لك اصل دي جوان من على خط المرمى، طب ما هو التواجد والتحرك والتمركز والرؤيه جزء من الخطوره والباصه ما هي دي والروح. بص كلما بدأ بص ما هو كل ده ما يجيش الا بروح. يعني خلي الروح هي دي مساله مفروغ منها. وساعات تبقى وحش وعندك روح. لا روح اللعيبه مع بعض. ما انا بقول لك بص ما هو لا في نفسانه ما تبقاش عندك فرقه، خلي بالك. لازم يبقى في روح، روح قويه وروح طيبه في نفس الوقت. لكن انا بتكلم في انك انت كلما بدت كرة القدم سهلة بالطريقة دي تجيب جوان تبان سهلة يبقى انت بتلعب احسن كرة قدم. اما الاهداف الصعبة دي اهداف صدفة. انت بتلعب احسن كرة قدم ليه؟ نشوف رأي الشيخ طه اسماعيل. كابتن طه، الكل تخيل ان الشوط الثاني هيكون اصعب، خاصه مع تماسك دجله الشوط الاول، مع وصوله لمرمى النادي الاهلي اكثر من مره، والسرعات اللي كانت موجوده عند اللاعبين. هل الهدف الاول اللي سجله رمضان صبحي هو اللي فتح المباراه؟ هل غير فايلر من طريقه اللعب عشان يوصل في النهايه الى هذا العرض الرائع الشوط الثاني وهذه النتيجه الممتازه؟ لان 3-0 نتيجه ثقيله في عالم كره القدم. هو طبعا رمضان مهاره رمضان الاول حسمت الامور. طبعا مهاره رمضان، لان الكره لما جات له كان عليه بلوك فموه وراح متخلص من المدافع اللي موجود، وبعد كده ركن الكره وجاب جول. دي فتحت اللعب نمره واحد. نمره اثنين مهاره حسين الشحات، ما بعد ذلك بقى دور فايلر. فايلر غير ثلاث اشكال من اللعب. الشكل الاولاني كان وليد سليمان تحت راس الحلبة اللي هو جونيور اجيه. بعد شويه غير وليد ونزل ازارو وخلى اجيه هو اللي تحت ازارو راس الحلبة. ثم بعد ذلك لما نزل اليو ليانج لاعبه جنب عمرو السوليه ودفع بمجد قفشه تحت راس الحلبة. بس السؤال اللي كنت بساله حضرتك ما بين الشوطين، فاول اللي انا قلت فيه انه هنا النهارده الامكانيه التكتيكيه او النهاره التكتيكيه او المرونه التكتيكيه تسمح لاي واحد فيهم يلعب تحت راس حربه، يلعب راس حربه، يلعب على اليمين على الشمال. ولذلك هو استغل دي استغلال، ادى الشكل ثلاث اشكال او ثلاث انماط من الرباعي اللي موجود قدامه والاثنين الارتكاز، ثلاث اشكال، لكن في النهايه كله أدى بشكل جيد، مفيش فروقات، مفيش مشاكل، كل واحد عارف دوره بشكل كويس قوي. ودي طبعا من ضمن الحاجات اللي هو ناجح فيها فايلر بشكل كبير جدا. لكن أيضا بيساعده في هذا الأمر مهارة اللعيبة زي ما قلنا. فأنا شايف أن النادي الأهلي لعب مباراة، أول مباراة كانت صعبة بكل المقاييس، فريق قدامك فريق متمرس، خاصة أن هو مش خسران أي حاجة والوقت في صالحه طول ما هو متعادل، فكان بيمسك وينقل و فتح اللعب، استغل مساحات، وصل للجول، وكان ممكن يسجل احد اللاعبين اللي هو رفيق كابو لما انفرد كان ممكن يسجل منها. لكن النادي الاهلي في الشوط الثاني الحقيقه عمل جهد عظيم جدا، ومهارات اللعيبه يعني تغلبت على بس حضرتك اهم حاجه بتاكد على تغيير طريقه اللعب طبقا لامكانيات اللعب اكثر. بالظبط.
هاخد من كلام الشيخ طه او الكابتن طه اسماعيل ثلاث نقط: اشادته بدور رمضان صبحي وحسين الشحات وفايلر. وهذا يذكرني الحقيقه فضل حاجه بسيطه قوي ونقدر نقارن بين الاجيال فعلا. دور بركات وابو تريكه ومانو جوسيه. طبعا دور الفريق ككل مش مفيش حد يا استاذ ابراهيم يقدر يلعب كوره جماعيه اذا كان الفريق كله مستواه عالي. فرقه الاهلي النهارده من الناحيه المهاريه الفرديه كلها اصحاب مهارات، من الناحيه التكتيكيه كلهم شخصيات. اما تقعد مع الكابتن وسيد وتتكلم معاه يقول لك فلان هديه، يا سلام ده فلان ده يتحط على الجرح يطيب، فلان ده. اذا انت داخل على التركيبه الشخصيه بتاعت الفرقه الذهبيه الفولاذيه. التركيبه العاليه دي، التركيبه بتاعت الفرقه اللي أبو كانت ابو تريكه ووائل والجيل كله بتاعهم. فالجيل ده كله قفشه ابتدى المقارنات يقول لك انا مش من هواه المقارنات قوي، لكن دور عبد الله السعيد اللي برضه خد فيه وقت ما نضجش الا اللي ملوش بديل. لا وهو نضج نضجه العالي قوي في السنوات الاخيره الحقيقه يعني. طبعا لكن بيطور نفسه. ايوه انما قفشه بداياته بدايات كويسه، لو استمر على كده هيبقى حاجه عاليه جدا. تاخد بقى خط الوسط، بسم الله ما شاء الله في تنافس شريف رائع رائع. يعني احنا كنا بنقول هنعمل ايه بعدك يا حسام عاشور؟ النهارده الحقيقه ان لا في حلول، في حلول. مازال حسام عاشور موجود وبيدي وجوده زي رمانة الميزان في الفرقه. بيدي ثقه لورصانه وبيدي خبرات، وهو نفسه ما بينزل بيعمل حاله إيقاع منضبطه وضبط ايقاع. برافو عليك، ضبط ايقاع. برافو عليك في دي، بس في دي واحده. فعد لي بقى. فانا دي شكل فرقه يعني يتم انضاجها. انا مبسوط من كريم حسن شحاته في الجمله دي، يعني هو اشاد بالاهلي وقال لك لا وخليه في حته ثانيه ومش عارف ايه، كل الكلام ده يعني ممكن يشعرك لكن احلى كلمه قالها حتى الان. حتى الان. والشيخ طه كمان اكد على المرونه التكتيكيه لعدد من اللعيبه، هو اللي مدي فايلر فرصه وحريه تماما انه يستخدم اللعيبه في مش حتى في المباراه الواحده، في الشوط الواحد واحيانا في ربع ساعه، في تعديلات كتيره وتبديلات كتيره داخل الملعب، لان القماشه ما شاء الله عليها مرنه جدا سامحه ان هو يقدر يمطها ويمدها لابعاد كتيره في الملعب. نشوف راي واحد من نجوم الكره المصريه والاسماعيلاويه الكبار محمد صلاح ابو جريشه. ثبات العروض واضحه جدا من المستوى اداء اللعيبه نفسه جوه الملعب، يعني دايما احنا بنبص نلاقي على الورق موجود مجدي قفشه، موجود عمرو سليم، موجود حمدي قبل ما يتصاب. مظبوط، ده على الورق. انا بصراحه قلت بعد غياب حمدي هيبقى في ازمه كبيره في وسط ملعب النادي الاهلي، يعني اللعيب لا يعوض. بس كابتن هو عملها بذكاء جدا. ماشي يا اسف يا كابتن. اتفضل. هو لعب بعمرو سليم وخلى اللعيب الديفندر الثاني لعيب بيزيد زي قفشه، لعيب عنده امكانيات يقدر يوصل للمرمى. عشان يستغل قدراته الهجوميه. كان مدرب ثاني ممكن يحط لعيب مدافع. مظبوط، مواصفات مدافع. هو استغلها بناحيه ايجابيه مش ناحيه سلبيه. ده لو وقف النادي الاهلي دايما ان هو بيلعب للمكسب باستمرار، مخليه طبيعه اداء الديفندرين هجوميه. فصعب جدا ان انت تلاقي حلو اي قوي. حلو قوي ده، طبيعه اداء الديفندرين هجوميه. بس برضه ما ننساش الصده بتاعت احمد الشناوي في الانفراد. صد محمد الشناوي طبعا 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 طبعا، لان دي برضه غيرت اتجاه الجون دي او الهجمه دي. لو يا ريت نجيبها نصر. بالظبط. نعم. عملت تغيير كبير قوي في نعم. في اداء الفرقتين. كره دي كره الشناوي. انفراد 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 رايح بسرعه يعني ممتاز. بص يا كابتن ممتاز، دي غيرت اتجاه. لسه الاهلي متقدم واحد. بالظبط. كانت 1-0 لسه. نعم. اعتقد دي لو كانت جت كانت هتصعب الماتش قوي على النادي الاهلي. ده صحيح. لكن اداء طبعا الاداء ما بيعتمدش على الجماليات وما بيعتمدش على ان انت تبقى متميز ومستحوذ، بيعتمد دايما على انهاء الهجمات واستغلال الفرص. النادي الاهلي الحقيقه استغل الفرص واستغل التفوق بتاعه في ان هو بيعمل بريشر عالي قوي في بدايه الشوط الثاني، واستغل مهاره لاعبته في ان هو ينهي الهجمات، ودي ابرزها. انا شايف ان جون رمضان ده هايل قوي، لانه قدر ان هو يقف على كورته كويس بكل هدوء ورقص، وبعد الترقيصه ودي كانت الاهم حط في زاويه ضيقه ما كانش متوقع من اي حد ومنهم عبد الناصر.
يعني هو الجميل انك تسمع تعليق فني من لعيب كبير كبير كابتن محمد ابو جريشه، كابتن عماد متعب، وهما بيعلقوا على الاسئله بذكاء اللي ما تسالوهاش لكن يشعروا ان الشارع يسال فيها. هو ديفندرين ايه حكايتهم اللي ورا؟ لان لهم طبيعه هجوميه. ومن المنطقي جدا 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 انك تتعرض مره او اتنين لخطوره، ومن المنطقي جدا ان يتالق حارس مرماك لانه احسن حارس في مصر، فهو احد اللاعبين اللي لما يتالق يبقى ما نسالش على الاسباب. هو طبيعي انه يعني انه يؤدي الاداء ده اللي ما يخليكش تسال ان الجون ده لو كان دخل، لان هو دي الخبرات اللي عملته احسن جون في مصر. بالظبط. حتى في كوره تانية طلع بدري قوي على حرف ال 18 اللي اتلعبت واتحطت، مش عارف هتيجي ولا لا، فرصه، هما فرصتين دي والفرصه اللي كانت من بعيد ومشت جنب العارضه. والناس بتلومه، انت طلعت كده ليه؟ هو لو ما طلعش كان ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي كان هيحصل؟ ان الفيرود هيخش اكتر ويقرب اكتر للمرمى. طبعا. انما اللي ضيع الفرصه دي ايه؟ انه حب يلعبها مسار الكوره هي دي. ابص لما طلعش دي الكوره دي، صحيح الجون فاضي. بس هو ما فيش حل تاني لانه كان خلاص هيبقى لوحده. تخيل لما طلعش كان هيبقى فين؟ في مواجهه المرمى هيجيب جون. يلبس المدافع، لا كان خلاص حتى المدافع مش هيجيبه، انتهى. اذا احيانا احنا بننقد لكن العبره بنتيجه المخاطره. التصرف نفسه. مين قال ان ان ان, إن, إن كل القرار ما فيهوش قدر من المخاطره؟ فيه، وقدر كبير جدا من المهاره. والسر المتعه في اداء الاهلي زي ما حاول محمد صلاح يلمس عليه محمد صلاح ابو جريشه، انه الفريق بيلعب كره هجوميه صريحه لدرجه انه الاثنين الديفندر في نص الملعب عندهم مهام هجوميه، يعني بيلعبوا بطبع هجومي، فكله رايح، الفريق كله بيضغط، الخطوط قريبه، مش بعشوائيه بس يا استاذ ابراهيم، ولا اندفاع، لا لا طبعا، لكنه بحساب انه كله رايح جو تو جول، رايح للهدف باستمرار، كله رايح محدش جاي فبالتالي الخطوره مستمره، الفعاليه كبيره جدا. يعني ناس كتيره قالت انه من زمان قوي الجمهور ما حسش انه مفيش قلق على ان الاهلي هيكسب في اي وقت، الناس مطمنه انه يقدر يسجل. انا ليه؟ لأن انا يا استاذ ابراهيم والله تعالى عشان ما بتتفرجش، معلش انا لو اتفرجت بس بتابع فبالتالي انت بتخلق فرص كتيره جدا، عندك فعاليه كبيره قوي، امكانيه ان انت تسجل عاليه، فده اللي مخلي شكل ادائك في هذه المتعه الكبيره في الكره الهجوميه. من الطبيعي جدا ان يبقى في خطوره في المرتدات، الراجل اكيد حاطط ايده عليها، بس هل راي مدرب اشتغل في جهاز الاهلي لسنوات طويله عن فايلر هو نفس اداء الناس اللي محلله من بره ولا لا؟ اعتقد راي الكابتن محمد يوسف مهم. كابتن يوسف، لماذا تقدم النادي الاهلي في الشوط الثاني بثلاثيه نظيفه ولم يستطع التقدم في الشوط الاول؟ طبعا استمرار الريتم بتاع النادي الاهلي اللي اشتغلوا بيه من اول المباراه، فضلوا شغالين بيه، ده سبب من الاسباب اللي النادي الاهلي قدر ان هو يحسم المباراه بثلاث اهداف. واحد، استمرار الريتم. اثنين، هبوط معدلات الاداء بتاعه فريق دجله. وده كان منطقي وطبيعي جدا، لان الواضح جدا على فريق دجله لعب لغايه يمكن 60 65 ماكسيمم، وبعد كده بدا يتراجع. النقطه الثالثه، التغييرات بتاعه ريني فايلر، التغييرات بتاعته الى حد ما بشكل كبير دفعت للامام او كثفت الحته الهجوميه للنادي الاهلي. نزول وليد ازار وهو هداف بقاله فتره، يمكن في الكاس احرز هدفين، ادوله ثقه عاليه جدا، وفي نفس الوقت النهارده اتعملت له من حسين الشحات جاب هدف. الكثافه الهجوميه جونيور وبعد كده قدام وليد ازار وحسين ورمضان، دي عملت كثافه كويسه جدا. الحته الثالثه اللي عايز اقولها برضو ان هو فضل مستمر في التغييرات بتاعته، يمكن نزل طلع رمضان بعد المجهود الكبير اللي عمله، نزل احمد الشيخ، تغييرتين من اللي عملهم قدروا ان هم يجيبوا اهداف. لما تنزل ازارو واحمد الشيخ هدفين من الثلاثه، فده طبعا يعتبر حاجه نجاح ليه، رؤيه ليه،
دي الاسباب اللي خلت الشوط الثاني النادي الاهلي يتقدم بثلاث اهداف. رمضان بذل مجهود كبير جدا، كان واضح جدا النهارده بيمثل يعني ورقه من الاوراق الرابحه للنادي الاهلي، بيستمر في المسلسل او يعني مداومه احراز الاهداف بدايه من هذا الموسم بالتحديد حتى مع المنتخب، بالاضافه طبعا لازارو واحمد الشيخ النهارده بيحرزوا هدفين يعني. الكابتن محمد يوسف طبعا ادرى بشعابها، فهو يعني شايف وهو كان في مطبخ الاهلي شاف الشيف الجديد بيعمل ايه. يعني شاف ان فايلر لا، تغييراته منطقيه، تطوير الاداء واضح جدا، لكن اتكلم في اكتر من يعني من سبب انا متفق معاه تماما فيهم. اول حاجه انك انت لما بتيجي تلعب الاهلي وعايز تلعب بضغط على فريق النادي الاهلي اللي هو اسلوبه بيلعب بضغط متقدم، ده مجهود من الفرقتين رهيب جدا وبينقل كره القدم لمستوى ارقى. لكن كمان عايز مجهود بدني ونفسي وثبات ذهني عالي جدا انك تفضل 90 دقيقه كده. انا الشيء الوحيد اللي كان مطمني شويه ان انا تابعت المجهود اللي وادي دجله بذله في الشوط الاول، فكان احساسي هو مين اللي يقدر يكمل اكتر من الثاني بدنيا بدنيا ونفسيا واسلوب يعني ازاي تقدر يعني. يوسف قال لك حفاظ الاهلي على الريتم بتاعه واستمراره فيه، هو ده دي حاجه نفسيه. ما انت ممكن يصيبك بقى الايه انك شادد وبعدين ترهق نفسيا مش بدنيا. مش قادر بقى ايه ده، ما تهمده بقى كده يعني. يعني الفرقه اللي كانت هتزهق الفرقه الثانيه كانت هتكسب. الاهلي كان عنده المقومات دي سواء في الفوارق الفرديه او البدنيه او ثبات شخصيه الفريق. النقطه اللي اتكلم عليها وليد ازارو. وليد ازارو لابد ان يساند هو وغيره واحمد الشيخ. ما فيش مره احمد الشيخ نزل وخذلك. ربنا كرمه وبيستطيع انه يكون يجيب اهداف مميزه جدا. فاحمد الشيخ وازارو لا يعني رهان مستر فايلر عليهم كان رهان في محله، وهو الحقيقه حتى الان بيكسب الرهانات بتاعته. طيب وليد صلاح الدين بقى امير الموهوبين في تايم سبورت، ازاي شايف استمرار تفوق الاهلي والتحول الكبير اللي في الشوط الثاني؟ النادي الاهلي وهي في احصائيه يعني معموله في احرز 33 هدف في 11 مباراه، 10 منهم في الشوط الاول و23 في الشوط الثاني. ده عندك ليه مدلول؟ بص يعني از جنرال كده الاهلي بيعرف يتعلم من الشوط الاول كويس. يعني انا كنت هبتدي اصلا تحليلي للمباراه دي زي مباراه بني سويف، هو مثلا مغير عدد كبير من اللعيبه ما عرفوش يتعاملوا مع اول 45 دقيقه. الشوط الثاني النادي الاهلي بذكاء شديد جدا اللعيبه والمدرب بيعرفوا يتعلموا بسرعه من اي ديفو موجود. ده حصل النهارده. عاجبني كمان توقيتات تغييرات مستر فايلر. يعني عايزين نروح للتغييرات بشكل مختلف شويه، اللي هي فكره عايز اربطه بالصوره. النادي الاهلي احرز هدف رمضان صبحي في الدقيقه 53 وده طبعا او دي ميزه اللعيبه السوبر ستار. انا لما بيبقى عندي لعيب بيحسم الامور في واحده زي دي في مباراه رايحه جايه بيفرق جدا القدرات. ده موجود عند رمضان صبحي. عجبني جدا بقى تغييره الراجل الاولانيه زي ما اتفقنا وليد ازارو في الدقيقه 56 وليد ازارو على حساب وليد سليمان. بس عايز مين مخرجنا؟ بيومي. عايز يا بيومي بس تجيب لي اللقطه اللي مستر فايلر بيشرح لوليد ازارو وهو نازل الموقف ايه؟ لان وليد بيقول له يا مستر فايلر احنا هنلعب كده؟ قال له لا هتلعبوا كده. انت واجاييه مش واحد تحت واحد، الاول اتنين مع بعض. وبعد كده لقى يعني عايزين نربط بس حاجه سريعه كده، ابص هنا وليد ازارو بيقول له احنا تحت بعض؟ قال له لا انتوا جنب بعض. او في الحالة الدفاعية أجاييه هينزل تحتيك لكن في الهجوم هتبقوا جنب بعض. هنا الشرح ده بيبين اللي احنا قلناه بين الشوطين، ان وليد أزارو النادي الأهلي محتاجه عشان السرعات
وعلشان وادي دجله بيلعب دفاع متقدم. ادي واحده. الجزء الثاني لما النادي الاهلي غير التغييره دي لعب بالظبط حوالي 10 دقائق، في ال 10 دقائق راح وادي دجله بانفراد. صحيح. راحت التغييره الثانيه بقى اللي انا اصلا عجباني جدا اللي هي اليو ديانج. انا قلبت الطريقه ثاني لاربعه قبل الهدف ده، قلبت الطريقه لاربعه 2 3 1 صريحه. يبقى عمرو السوليه واليو ديانج اثنين يقفوا لان المباراه رايحه جايه. انا وادي دجله وهي 1-0 رايح بانفراد، لولا الشناوي كان ممكن الكره لا مش دي طبعا اللي هي اللي قبليها اللي الشناوي شالها. هنا بقى الراجل مستر فايلر حس ان انا نص ملعبي متساب ووادي دجله ممكن يرجع في المباراه في اي لحظه. تمام. راح مطلع جونيور اجاييه وقلب الطريقه ثاني ل 4-2-3-1، خلى هو والسوليه وقدامهم قفشه وبيلعب على الهجمات المرتده. نعم. فده ذكاء شديد جدا. بعد كده النادي الاهلي 72. نعم. الهدف الثاني بعد كده تغييره طبعا ذكيه جدا برضو، اولا لراحه رمضان صبحي لان رمضان يعني انا شايف ان هو مان اوف ذا ماتش، واحد يعني جري كتير جدا جدا جدا، فكان لازم في اخر 10 دقائق لازم يريح. نعم. وطبعا ادى للشيخ ويعني توفيق بقى انه اثنين من الثلاثه اللي نزلهم يجيبوا اهداف. الاهلي بذكاء شديد جدا بيتعامل مع اي ديفو يظهر الشوط الاول. نعم. كم انت مختلف ايها الداهيه. صحيح. صياد بيقعد يقرا كل تفاصيل اللي هي خارج الحدود اللي صحيح. مش اللي كل الناس بص على الملعب وهو باصص في حته ثانيه يقول لك خدت بالك ساعه ما بيفرح راح عمل ايه وسوى ايه، خدت بالك وهم بيغيروا الاثنين عملوا ما شاء الله. عايزين نتوقف على ثلاث ملاحظات قالهم. توقيت التغييرات في الدقيقه 56 وبعدين مع اول تهديد حقيقي للشناوي بخروج اجاييه ونزول الو ديانج، وايضا راحه رمضان صبحي في العشر دقائق الاخرانيين باحمد الشيخ. دي اي حاجه. بعدين النقطه المهمه جدا لمس على حاجه يعني ما تفكر فيها تتفق معاه لازم، ان المدرب واللعيبه بيقروا الشوط الاول كويس قوي. فتجد الاختلافات في الشوط الثاني ها مؤثره، سواء في التغييرات سواء في طريقه اللعب. وراح قايل لنا حاجه وهو بيشرح هنلعب كده ولا كده، ها ازاره لا ازاره لا، قال له هنلعب متباعدين وموازين لبعض. لما تشوف الجون بقى، وده اللي انا برجع اقوله لك، الناس اللي بتستسهل الجون تقول لك ما جابوا جون على الخط، ده تنفيذ للتعليمات. لما نفذش ازاره الحركه دي اللي هو بيقول له العب متوازي ها وخليك كده في المنطقه متوازي، ما كانش جاب الجون ده بالزبط. هو ده اللي عايزين نقوله. المساله مش مساله انت هو يبدو جون سهل، لكن جون نتيجه التزام تكتيكي. اه طيب مين اللي انت بقى كنت تتمنى انه يجي الاهلي؟ ايه مين ده؟ ناس كتير. اللي انت شايفه انه لازم يكون موجود في الاهلي حتى بعد اعتزاله. عبد الظاهر. عبد الظاهر. نشوف راي عبد الظاهر الساعه. كابتن عبد الظاهر، يعني رغم تقدم النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء، كانت التغييره الاولى وليد ازارو كما ذكرنا على حساب وليد سليمان. ليه وليد سليمان مش اجاييه؟ وليد عشان هو شايف ان احنا بنوصل لمرحله، النادي الاهلي بيوصل لمرحله الفينش وما في الشوط الاولاني وما فيش حد بيهدف. ف مستر فايلر ترجم الموضوع ده بسرعه انه عايز حد يفنش الهجمه. جونيور اجاييه زي ما انت عارف بيعرف يستلم في رجل الدن. تاني حاجه ان هو عايز حد يستلم في المساحات، هو ما عندوش حد بيستلم في المساحات او خلف خطوط الدفاع بتاع وادي دجله. فازاره فيه الحتتين ان هو ممكن تواجد في البوكس بصوره كويسه، وفعلا توفيق كبير جدا ان انت تفكر في حد وهو كمان اللي يحرز الهدف، توفيق غير طبيعي. لكن انت بتعمل بالاسباب ويبقى ليك رؤيه مهمه جدا، وفي الاخر بص الكره دي هتلاقي جونيور اجاييه عامل على طول بره البوكس. وليد سليمان بص شاكر جدا المخرج طبعا جاب لنا حته مهمه جدا جدا ان وليد بتواجد، لكن الجسم وليد غير جسم وليد ازارو، الناحيه التهديفيه برضه راس حربه ده بيلعب تحت راس الحربه، لا الثاني
عنده الحس التهديفي كتير جدا، الكره الثانيه ما كانش موفق فيها. فحتى احنا هو عامل اللي عليه وليد، لكن ممكن في اختلاف يعني. بص دي رجعها تاني، معلش رجعها تاني. المخرج بتاعنا ده لو وليد ازارو مش هيستلمها، خلي بالك ده لو وليد ازارو هيسيبها ويجري. يعني وليد استلمها ليه؟ عشان هو هيلاقي واحد ضد واحد مش سرعته مش هتجيب زي وليد ازارو. صحيح. كان تغيير موفق جدا جدا، وفعلا كان في مكانه. لكن انا عايز اقول انت بتهاجم اي وعندك شراسه هجوميه اي كنادي الاهلي، بس اوعى تنسى واحد اسمه عمرو السوليه بجد، لان ممكن يبوظ لك حاجات كتيره جدا. عمرو السوليه النهارده انا شايفه من نجوم المباراه. دايما انا عينيا بتجيب اللي مش كاميرا جايباه، اللي هو الجند المجهول اللي احنا بنسميه. خلي بالك ايمن اشرف ورام ربيعه اكتر ماتش جريوا فيه سبرنتات ومسافات طويله جدا. صحيح. كان ساعات بيبقى واحد ضد واحد واثنين ضد اثنين. خلي بالك رفيق وعبد الكبير ناس من اللعيبه السرعة جدا، يمكن من اسرع لعيبه في الدوري الممتاز. وادي دجله من اصعب مباريات هيقابلها النادي الاهلي، لانه فعلا بيعجبني ان كل واحد يقول حاجه مفيش تكرار. اما تسمع الكابتن احمد عبد الظاهر، خليني بقى ابتدي في تخصصه من الاخر. انه هو قدر يلقط ان اكتر ماتش جري فيه ايمن اشرف ورامي ربيعه. ليه بقى؟ لانه بيتعاملوا مع اسرع اثنين في الدوري الممتاز. فمن وجهه نظره هو قايس الكلام ده. لذلك لازم ما نقعدش نقصوا على لعبتنا، نلتمس ان هم بيبذلوا الجهد، لكن وارد جدا جدا واحد اسرع مني. طب انا هعمل ايه؟ صحيح. يعني لما جه يمنعه باستخدام اللمسه والطرد برضه تهاجم، لما سابه يتهاجم. لم انت مش بتلعب بالابرو، فوارد جدا في طريقه ان الاثنين يلعبوا جنب بعض مفيش حد فيه عمق، محدش بشكل عمق الليبرو انتهى من العالم كله. صحيح. تقريبا صحيح. الفرق الضعيفه بس اللي بتلعب بالليبرو. فالنهارده انت بتلعب باثنين من ورا عليهم مهمه ان لما الكره توصل لهم يبتدوها صح، ما يشتتوش، ينقل ويبتدي الهجمه، في نفس الوقت يعمل تقارب في الخطوط فبيقرب، بيبقى كومباكت مع الكتله. الكتله ما تيجي وكل كوره يحصل فيها انفراد يا استاذ ابراهيم، ولو جبت الكوره الثانيه اللي فيها انفراد وطلع الشناوي واتلعبت جنب العارضه هتجد ان الكوره كانت معانا وجت اتلعبت قطعت اسرع من الديفنس، ارتدت اسرع من الديفنس لو جيبها لنا شوارب دلوقتي. الميس بس خطر على طول. طيب يعني ده لا انا بس تاني والنبي يا شوارب معلش. من بدايتها شوارب وهي بتتقطع، مش هو بينفرد. لا وهي بتتقطع. لا لا هي دي اللي موجوده عنده. لا 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 عنده ده جابها دلوقتي. ده جابها. امال انا خدت بالي ازاي نطقها؟ اهي اهو ايوه اهي كوره بتتلعب. اهي لا هاتها وهي معانا، وهي معانا ثانيه قبل كده، هاتها وهي معانا يا شوارب بيك. وهي معانا والاشاده بدور عمرو السوليه. وانا بحب دي بقى انك تدور على اللعيب اللي عامل اكتر من اللي عليه ومحدش هيفتكره. ايوه عشان مجريات المباراه هتروح مع اللي جاب الجون واللي ادى الباسه واللي انقذ هدف. طيب والراجل اللي عامل الشغل الصعب جدا في نص الملعب وتقريبا اهي اهو بص هنا كده كرة اهي شاطها في خدت بالك بقى ازاي؟ الناس وعشان كده التمرير ما ينفعش يبقى كده. التمرير لازم يبقى فيه حذر اكثر من هذا. الهجمه لا تشهي باي خطوره. طبعا الكوره معاك ومفيش سبب للخطوره. لا ملعبك في خطوره كادت ان تكلفك هدفا. طبعا في ماتشات جت فينا جون كده اتقطعت برضو الكوره اظن في ال بس انت تركيزك وتكتيكك قالوا ديانج في الماتش وهو بيلعب الكوره ما اتظبطتش اتقطعت وجري انفراد وهدف. الكلام ده كله لازم نخلي بالنا. يعني حتى احنا ثقافتنا كناس بتتفرج عشان ساعات احنا احكامنا تبقى انفعاليه وعاطفيه يعني. صحيح.
رمضان صبحي واحد من العناصر المؤثرة جدا، لكن كمان واحد من اللعيبة اللي بصمة ريني فايلر عليها كانت عالية قوي ومؤثرة جدا. ناس كتيرة نسبت الفضل في الفترة اللي فاتت لنشوة رمضان صبحي وخطورته العالية جدا، إلى أنه الكابتن شوقي غريب جهزه كويس في المنتخب، كويس معنويا بالتأكيد، دوره كقائد في المنتخب الأولمبي كان له تأثير كتير في تتويج مصر. لكن الناس اللي تركز مع رمضان صبحي من أول ما جه ريني فايلر وبدأ يستخدمه حتى في العمق كتير جدا، حوله من جناح صريح إلى لاعب هداف كمان. هل رمضان صبحي مع لاسارتي هو رمضان صبحي مع ريني فايلر؟ عماد متعب جاوب بحسه الفني الكبير. خلينا نرجع يا كابتن عماد، انه طريقه اللعب اللي اتغيرت اكتر من مره، هل الراجل قدر يتعامل مع معطيات المباراه بشكل واضح؟ يعني كان يعني اب تو مينيت مع المباراه، ما خلاش المباراه تهرب منه، ما استناش. هو ما استناش، هو بدا الشوط الثاني بضغط عالي زي ما كان ماشي كده. طريقه الضغط بقى نصر بالظبط، ضغط عالي على واد دجله من بدايه المباراه وكمل في الشوط الثاني، ما فرقش معاه ان في بعض الاوقات بيبقى فيه مساحات، لكن ده طبيعي. هو قال في المؤتمر ان اي فرقه عندها لعيب سريع هيبقى فيه مساحات في خضر، لان انا بهاجم. النادي الاهلي لعب بشكل جيد جدا 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 الشوط الثاني، استغل الفرص. المهم جدا يا كابتن شوبير انك تقدر تستغل الفرص، انك تقدر الفرصه اللي جيلك هي اللي فتحت المباراه. مزبوط. امكانيات ومهاره رمضان صبحي خلصت اللوغاريتم اللي موجود في المباراه. يعني احنا عرضنا له جون في ريكاتيفو في بطوله افريقيا، نفس المكان نفس المنطقه نفس المهاره، ده من 4 سنين انت بتتكلم على لعيب، وده بنبوس على ايد الناس. ادي الاولاد فرص من بدري، يعني مش لازم عشان اموته عشان عنده 16 سنه او 17 سنه، طالما في موهبه لازم يلعب. رمضان لما سافر واحترف في انجلترا في ناس كتير انتقدوا النقله دي. لو شفنا الفرق رمضان طبعًا بعد ما رجع من انجلترا في حته تانية تماما. رمضان مختلف بدنيا، لعيب قوي ذهنيا، واقف على رجله بشكل جيد جدا، تفكير كمان، تفكير يا كابتن، تفكيره اختلف، طريقته في الملعب بالظبط بقى نضج بشكل كبير جدا، جزء كبير من منظر المنتخب الاولمبي في البطوله اللي فاتت. رمضان صبحي وانه يا كابتن لعيب يكون بيلعب منتخب اول وبيلعب مع النادي الاهلي وحقق بطولات واحترف في انجلترا، وبعد كده تجيبه تقول له تلعب مع المنتخب الاولمبي ويبقى وبعدين اراديا شوف الروح العاليه اللي سارت في كل اللعيبه. خدوها من كابتن الفرقه. ما هو مهم جدا دكتور طه ان كابتن الفرقه كابتن الفرقه يبقى هو اللي بيوصل الرساله للعيبه، لانه هيشوفوا انه اكبر واحد او الاكثر نجوميه فيهم اكثر واحد بيهين نفسه في الملعب. محدش هيقدر يفكر انه يفرط في مجهود قد كده. هو بحس اللاعب بقى الكبير بيحس بان الحاله اللي وصل لها رمضان صبحي هو مسؤول. فايلر طوره، بس هو كمان نضجه ساعده لانه ممكن كان يتقمص ينزل ضارب بوز يبقى متعالي على المنتخب الاولمبي، لقى لنفسه دور اكبر قوي، ما كانش هيقدر يلعبه وهو في الفريق الاول، فاستغله كويس جدا. ولذلك احنا بنشوف دلوقتي رمضان يعني هو هداف الفرقه تقريبا، هو حسين الشحات. فارجو ان الامر ده يستمر، وكلها نقاط جديده. ولكن ماذا عن الكابتن طلعت يوسف؟ رايه كمدرب مهم، كمدرب راجل مدرب رصين جدا. كابتن طلعت، دايما كنت بتقول انه الاهلي لوحده وباقي الفرق لوحدها في جدول المسابقه، هل ما زلت عند مقولتك دي ولا الدنيا اتغيرت؟ لا، حتى هذه اللحظه لا، الدوري الاهلي مش لوحده. يعني النهارده الامور مختلفه. يعني انا لسه برضو بقول الاهلي اكيد هو في حاله فنيه، وحتى من حيث النتائج يعني انا شايف ان هو متميز. الجهاز الفني الجديد اللي موجود فايلر، يعني عجبك فايلر؟ عامل طفره في الاداء. بص، هو تحس انه الكره ما بتتغيرش. التكتيك الى حد كبير ثابت، ولكن من الواضح ان هناك علاقه خاصه ما بينه وما بين اللاعبين. في يعني كلمه كيمياء دي، او انه في تعشيق للتروس حصل.
ما بينه وما بين مجموعة اللاعبين اللي موجودة، نعم، وما بين الجهاز المعاون وما بينه وما بين مجلس الإدارة، هناك قبول عام لمجموعة العمل، وبالتالي تشعر ان لاعبي الاهلي وهم بيأدوا ان هم بيأدوا باريحيه. مظبوط. متحررين بنسبه كبيره مع مسؤوليه. وبالتالي هو الاهلي ما فيش شك ان هو ماشي في سكته. الطبيعيه. الامور ما اعتقدش ان هي هتتضح قبل نهايه الدور الاول. مع نهايه الدور الاول تقدر تقول الفرقه دي فين والفرقه دي فين. وهي الارقام بتقول كده يعني. الاتحاد السكندري كان الاول الاسبوع الماضي، الاسبوع ده المقاولين، الاهلي يسترد الصداره يوم ولا اثنين لان عنده ماتشات اقل. فانما ان تحصد العلامه الكامله بهذا الاداء، بهذا الاداء والسكور الكبير ودفاع المحكم، لا بيقول ان الاهلي عنده فرص اكتر. ولكن حتى الان زي ما هو قال، طيب خلينا ننتظر معاه نهايه الدور الاول. هو حتى الان الجدول عامل ايه يا جماعه؟ جدول الدوري حتى الآن، النهاردة المقاولين كسب المصري في السويس ملعب المصري 1-0 فاستعاد الصدارة، بس المقاولين 16 نقطة من 7 مباريات. الأهلي لعب 5 مباريات، يعني الأهلي يقل عن المقاولين ماتشين ب6 نقاط، لو وفق فيهم هيبقى فرق عن المقاولين كتير، هيبقى ساعتها ال 15 بالنسبة للأهلي هتبقى 21 والمقاولين 16. الاتحاد السكندري لعب 7 زي المقاولين بس عنده 14 نقطة. الزمالك كسب بيراميدز النهاردة 2-0 أصبح عند الزمالك 13 نقطة بس من 6 مباريات. الزمالك لعب زيادة عن الأهلي مباراة، والأهلي بيزيد عن الزمالك نقطتين. بيراميدز لعب 7 زيه زي الاتحاد وزيه زي المقاولين بس عنده 12 نقطة فقط لما خسر النهاردة، أول هزيمة له النهاردة. بالظبط. سموحة عنده 10، الحرس عنده 10، الإسماعيلي عنده 10، ووادي دجلة مازال في المركز الأخير قبل منه الجونة وطلايع الجيش 3-4-4 وأسوان 5. ده شكل الجدول دلوقتي بعد مباريات النهاردة. لكن زي ما بقول لكم الأهلي صاحب أعلى الأرقام فيه، الأكثر فوزا، يمكن الأعلى تهديفا، الأفضل دفاعا، الوحيد اللي ما خسرش حتى الآن، يمكن كله خسر ما عدا الاهلي، العلامه فاضيه ان شاء الله دايما على طول. الاهلي بقى يوم الاحد ان شاء الله بيلعب مع حرس الحدود في استاد القاهره، دي في الاسبوع الثامن. قبل كده في 9 مباراه تبقى صعبه جدا طبعاً جدا جدا طبعا. الحرس بيقدم مستويات رائعه، عامل فريق محترم. لعب الاهلي مع الحرس قبل كده 29 مباراه في الدوري، الاهلي فاز 24 مره والحرس فاز مرتين وتعادلوا 3 مرات. الاهلي سجل في شباك الحرس 53 هدف واستقبل منه 15 هدف. مباراه الاسبوع الثامن يوم الاحد اف سي مصر هيستضيف الاسماعيلي، سموحه مع اسوان، والاهلي مع حرس الحدود. ثاني يوم على طول يوم الاثنين في 4 ماتشات، طنطا مع الانتاج الحربي، المقاولين المتصدر هيلاعب وادي دجله، مصر المقاصه هتلاعب الاتحاد، وطلائع الجيش هيلعب مع الزمالك. ويختتم الاسبوع يوم الثلاث انبي مع المصري وبيراميدز مع الجونه. دي مباريات الاسبوع الثامن في الدوري. زي ما قلنا لكم في مقدمه الحلقه، اذا كان الاهلي والحته الثانيه باين الكلام فيها كويس قوي، فالاعلام يمارس نوعا من التدليس والتلبيس مش التهييس. بعد الفاصل. وهو ده اللي ده بعد الفصل. بعد اهلا بحضراتكم من جديد. الاعلام بين التدليس والتلبيس، والمهندس عدلي ضرب في بدايه الحلقه مثال كبير جدا انه الاعلام وحسام طروادة، ايه الحكايه؟ حسام طروادة ده قصه من القصص العالميه، اتعملت اكتر من فيلم. يعني الفيلم اتعمل اكتر من مره. وتم تناوله باكثر من 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 سيناريو، ولكن الجوهر واحد، ان في عدو راح يعتدي على حصن في طروادة، مش عارف يخترق الحصن، حصن حصين واللي جواه ايد واحده متحكمين، فلجا الى حيله، عمل حصان خشبي كبير جدا جدا. ايوه. وعبى بطن الحصان ها ب
الأعداء اللي هو عايز يخترق بيهم هذا الحصن. إزاي؟ جاب الحصان، محدش شاف حاجة زي كده بالمنظر ده، وعمل إن ده الحصان بتاعه ومش عارف إيه، وبعدين عمل إنه بينسحب. فظن المسؤولون عن الحصن إن دي غنيمة من مغانم الحرب، فراحوا فاتحين الباب واستولوا على الغنيمة ودخلوا الحصان، وقعدوا يبتهجوا بالنصر وانسحاب العدو وثملوا حتى النخاع، فنزل الناس من بطن الحصن بالحصان وأعملوا القتل والتقتيل، واستطاعوا أن يسيطروا على الحصن. طب إيه العلاقة؟ هو ده بالظبط. أيوة، من 2014 عندما دخل المخترقون في حصان طروادة إلى داخل النادي الأهلي. الفارق الوحيد أن أنت عرفت بدري وهم في بطن الحصان لسه، فعرفت أول ما خرجوا أنك تطردهم. بس لكن تطردهم إزاي؟ بيدوروا على حصان جديد. هم دلوقتي كل ما تلاقي الأهلي يندفع يتطور يتقدم في أي مجال، يبقوا نايمين 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 لحد مع أول انتصارات يروحوا متحركين بقوة وبتنظيم. لما تلاحظ الأسبوع اللي فات ده مقالة هنا في المصري اليوم، أستاذ أسامة خليل في موقع تاني، في موقع تاني، ولا في يعني تجد له نوع من التناغم، تجد له برنامج تلفزيوني تلف تلاقي هم المجموعة، هم الضيوف، هم الإعداد، تروح حتة تالتة المسألة متوزعة بتنظيم رائع. أنا ليه بقول كده؟ عشان ما بقاش الكلام في المطلق، وأنا مش أنا اللي بهاجم حد، ولا با 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 يعني عايز أخش في قصة ولا خناق، لكن أنا بقول أمر واقع. لماذا الآن؟ ولماذا أنتم؟ وخلي بالكم إذا كنتم متصورين ده اللي هيحقق الهدف اللي ما عرفتوش تحققه أول مرة، برضه الأهلي متيقظ وجماهيره أكثر يقظة وجمعيته العمومية أكثر، مش هيحصل اللي في دماغكم. فإنك أنت توصل إنك تجيب إعلامي كبير من خلاله تؤدي هذا الدور، عايزين نخلي بالنا شوية، ونخلي بالنا على الأقل بالملاحظة، لأنه اللي احنا هنقوله دلوقتي كشفا لنوع من التدليس والتلبيس. ازاي تقدر؟ هنخليكم بس من غير ما نشرح أكتر، هتشوفوا الفيديوهات وتقدروا تكتشفوا الفكرة ماشية ازاي. خلينا نقول في الأول في زاويته في الأخبار، الأستاذ عصام السباعي مدير تحرير الأخبار كتب أول أمس الكابتن مدحت شلبي تاريخ في الإعلام الرياضي، أتمنى لو حافظ عليه بالجلوس فوق قمة الهرم المقدس، الدقة والصدق والموضوعية، وبكل أسف تقارير وتعليقات برنامجه أول أمس الاثنين عن الأهلي مثل الطبيخ الحمضان الذي نشم رائحته عن بعد، ويا مساء النفسنة والحمضنة. ده تعليق عصام السباعي على اللي شافه في حلقة الكابتن مدحت شلبي في تناوله لموضوع كهرباء. ما احناش معنيين النهاردة على الأقل بمناقشة قضية كهرباء، الكل متابعها والكل عارف تفاصيلها، مش موضوع ده، مش الموضوع، ولكن بمناسبتها، لكن بمناسبتها كابتن مدحت شلبي في بداية هذا العمل الموجه برضو لما يتعرض فيديو أو تقرير كله عن سلبيات اللاعب محمود كهربا، رصد لكل المحطات اللي يعتقد انه عمل فيها مشاكل، طيب ده ليه؟ ايه الرسالة اللي في ده؟ تقرير يحمل وجهة نظر البرنامج، مش مختلفين على الحق في التناول من الناحية المهنية على الأقل، انت اخترت شكل منحاز فليكن، لكن اللي احنا مختلفين عليه ولازم نختلف عليه كلنا ان انا ما اقدرش اضحك على الناس، اجيب مصدر على التليفون واقول ان ده راجل محايد عشان يدلو بدلوه في قضية كهرباء. قول لنا انت بقى وانت راجل خبير، لا انت مع ده ولا مع ده. لا، نشوف الكابتن مدحت شلبي وهو يستضيف على الهاتف
المحامي نصر عزام وتصنيفه له عامل ازاي ورأي الراجل المحامي في القضية ايه؟ استاذ نصر عزام مساء الانوار. مساء الانوار كابتن مدحت، ازيك؟ يا رب تكون بخير. الله يخليك يا رب. استاذ نصر، حضرتك بتمثل اي نادي من الناديين الاول عشان انا ما عنديش معلومة؟ لا لا. طب هايل، 10 على 10. قول لنا موقف كهربا. اللقطة دي في حد ذاتها لو تأذن لي معلش. اه. أنت عندك أدلة. اتفضل. لكن أنا هذكر واقعة. اتفضل. الأستاذ نصر علام عزام. عزام شخصية مهذبة جدا. شفته أول مرة وتعاملت معاه في قضية جده في اتحاد الكورة. تمام. عندما قدم الزمالك شكوى لإيقاف اللاعب وكان قد انضم للنادي الاهلي وطلعت له البطاقه. فاتخذ الاتحاد اجراء غريبا، هو بيحقق معاه لسه ما يعرفش. وقفوا لحين انتهاء التحقيق، وكنا داخلين ومسجلين افريقيين، وكنا داخلين على مباراه مهمه في افريقيا. هو راجع متالق من افريقيا 2010. فانا رحت انا والاستاذ هشام عبد ربه، هشام المحامي بتاع جده، وانا رايح مسؤول النادي الاهلي عن النادي الاهلي. فاول ما رحت قالوا لي استاذ عدلي المحامي هيكون موجود بس بنستاذن حضرتك انت، لا ما ينفعش يكون موجود. كان في طبعا الاستاذ المشطة والاستاذ صالح وحد جديد يعني ما عرفوش، كان هو رئيس اللجنه يعني. ما كنتش قابلته قبل كده، مستشار جليل يعني. فبدا هو يتكلم معايا، استاذ عدلي انت ما بتمثل مين؟ قلت له انا بمثل النادي الاهلي. قال لي الاهلي مش في الموضوع. اه. قلت له يا ريته مش في الموضوع، ما كنتش حاجه. قال لي يعني ايه؟ قلت له انتوا خليتوه في الموضوع. ايقاف اللاعب لحين انتهاء التحقيق خلى الاهلي في الموضوع، لان اللاعب ده بتاع النادي الاهلي. ارفع دلوقتي الايقاف لحين انتهاء التحقيق وقول القرار، قرار الايقاف او البراءة بعد التحقيق. همشي احضر اعمل ايه؟ الجزء اللي يخص الاهلي مش موجود، الجزء اللي يخص اللاعب ونادي الزمالك بالمستندات حضراتكم هتبحثوه. قال لا هو ده قرار الايقاف لحد انتهاء التحقيق. قلت له خلاص يبقى من حق يكون موجود على النادي الاهلي يعرف ايه الدنيا. امال انا سعادتك لو انا قعدت التحقيق ده 6 اشهر ها يفضل لاعب موقوف لحين انتهاء التحقيق وبعدين نقول له ده انت براءة؟ وفين حق النادي؟ عايزين قرار. وعايز اسمع الدفوع عشان يجوز انا برضو اللاعب بيحكي عليا. فقالوا لي خلاص ممكن تكون موجود. انا كمان قلت لهم طيب البي مين؟ قالوا لي عرفوني عليه، شخص مهذب شاب لطيف كده، الاستاذ نصر عزام، دكتور نصر عزام، من ده مسؤول اللوائح من نادي الزمالك وجاي. قلت لهم خلاص هو عن نادي الزمالك وانا عند الاهلي والاستاذ هشام عبد الرب عن اللاعب وكده، يبقى الدنيا متوازنه. فانا شفته طبعا، هو التفاصيل بعد كده في مره تانية نبقى نحكيها. اذا هو لا من طيب جده بقاله كام سنه؟ 9 سنين. كان هو المسؤول عن نادي الزمالك من 9 سنين. وهذا الرجل احنا مش يعني له كل الاحترام، لكن ما هواش المصدر المحايد، ما هواش اللي يعطى هذا الحق ان هو يفند قضية كهربا من حق مين، ولا اللي الكابتن مدحت شلبي يصفه بالمحايد وعشر على عشرة عشان يبدأ يقول ويوجه الناس كلها في اتجاه معين. هو ده التدليس؟ ما هو يجوز الكابتن مدحت، لا كابتن مدحت يجوز ما يعرفوش. طيب يجوز الكابتن مدحت ما يعرفوش، بس هل خلال كل السنين اللي فاتت نصر عزام ما كانش يمارس المحاماة عن نادي الزمالك في كل قضية من وسائل الإعلام؟ يلا كورة. محامي الزمالك ينفي صدور حكما بخصم النقاط في أزمة مارتيمو. نفى نصر عزام محامي الزمالك لدى الاتحاد الدولي. لدى إيه؟ الاتحاد الدولي. ده النص في يلا كورة. دخل الزمالك في مشكلة تانية في ملف العقوبات في الفيفا، في بوابة الأهرام. المستشار القانوني للزمالك يكشف تفاصيل ملف عقوبات الزمالك الفيفا. كشف نصر عزام المستشار القانوني للزمالك في شؤون الفيفا. الكلام ده خلال السنتين اللي فاتوا اللي بتتداول فيها يعني قرايب قضايا الزمالك.
يعني في كل المواقع يذكر ويصنف ويوصف بانه محامي نادي الزمالك. احنا ليه بنقول ده؟ عشان الناس تبدا تاخد بالها الفتره اللي جايه البرامج الموجهه ديت هتشتغل ازاي، منهجيتها تبقى عامله ازاي. برضو بس لما يصف الامر او يصل الامر الى ان انا اصف محامي نادي الزمالك انه محايد وانه 10 على 10 وانه مش بتاع اي من الطرفين. طيب نصر عزام لما استضافه الزميل هاني حتحوت في صدى البلد كان بيتكلم في الحياد ولا في الانحياز؟ نشوف. انا قريت على الهوا من شويه البيان كاملا اللي انت كتبته وسردت فيه نقطه نقطه تفاصيل القصه من اول ما بدات مستحقات اللاعبين الكتير ال 15 قضيه لحد الخصم المحتمل للنقاط الست. عايز اعرف منك الاول، هل النقاط الست هتخصم بالفعل ولا لسه مش واضح؟ احنا طبعا خدنا اجراءات قانونيه بايقاف تنفيذ كل القرارات اللي صدرت من لجنه الانضباط الفتره الاخيره. يعني في كل في اكثر من برنامج هو بيرد عن نادي الزمالك، والفتره قريبه خصم النقاط دي كانت في بدايه الموسم بالظبط. في قضيه كريم الحسن ونادي مارتيمو هو بيتكلم كمحامي نادي الزمالك. طب كمان في قضيه اجوجو مع وليد صلاح الدين في الاذاعه، كان على الحياد ولا على ولا في الانحياز؟ مشكله اجوجو نادي الزمالك كان عليه عقوبه، هل ممكن نشوف نادي الزمالك خلال الايام القليله القادمه يحصل عنده مشكله او حكم يقع على نادي الزمالك؟ بص انت عارف طبعا موضوع نادي الزمالك هو كان فيه اكتر من لعيب طبعا فتره من فتره دي احكام ضد يعني نادي الزمالك بمستحقاته كده. يعني مواقع وإذاعة وتلفزيون وقنوات ونوصل لحتى القناة النهار الأستاذ نصر عزام يتحدث عن حقوق نادي الزمالك في عز النهار. الأستاذ نصر عزام، أستاذ نصر ازي حضرتك؟ ازي يا كابتن كريم، أخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. تمام الحمد لله. موضوع حسين ياسر أخباره ايه بالنسبة لنادي الزمالك والشكوى والكلام؟ الأمور ماشية في صالح نادي الزمالك ولا ماشية في صالح حسين ياسر محمدي؟ لا احنا نادي الزمالك خد الاجراءات القانونيه وبعت الانذارات للعيب بتغيبه. طيب يعني الواضح جدا انه في كل قضيه العلاقه موجوده. استاذ ابراهيم، اه بسم الله ما شاء الله، من كتر القضايا كان مشغول جدا جدا جدا. شوف كم قضيه احنا بنستعرضهم وهو بيقول انا ماليش علاقه باحد الانديه. شوف يعني كل قضيه من دول شغال على الاقل بقالها 3 4 سنين. ايوه شوف حجم الارتباط والانشغال في كل قضيه من دول. ده قضيه واحده صحيح بتاعت الكابتن عصام الحضري كانت مخليانا مشغولين 3 سنين. فكل قضيه من دول قضيه كبيره فيها خصم نقاط، وصلت الامور لبعض المراحل، وسافر الفيفا مع هاني وبيسافر زاده وبيجي وبيقابل ولحد اول السنه دي مع على رايك الـ 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 مع هاني زاده مع الاستاذ هاني زاده. لكن طيب هو كمان ممكن يقول لك انا راجل محترف كانوا بيدوني قضيه بقضيه. كويس، طب هو زملكاوي ولا اهلاوي؟ وخلينا باخر نقاط الحياد. طيب نشوفه بقى في صدى البلد كمان مع هاني حتحوت. بحييك وبقول لك مبروك كمان الفوز بالتاني على التوالي بالنسبه لك فيما يخص قضايا الاستبعاد والعوده. وقبل ما اختم مهم برضه اسالك على الزمالك، لان قضايا الزمالك في المحكمه الرياضيه وقصه النقاط، هل في جديد فيها؟ فبرضه لا، بنطمن الجماهير والحمد لله يعني ان يفضل الزمالك مكمل على الفوز بالدوري ان شاء الله السنه دي. اتمنى لزمالك ان شاء الله الفوز بالدوري لانه راجل على الحياد، وطبعا لا هو ما يمثلني في كل حاجه انك التمني دي بقى مشاعر. لكن كل ده برضه استاذ ابراهيم ما جبتنيش على السؤال اللي هو علاقه، يجوز كابتن مدحت ما يعرفش، يبقى المسؤوليه هنا في انكار العلاقه على اللي قال انا ما انا محايد وانا ما بمثلش حد. طب ذنبه ايه الكابتن مدحت؟ اما كابتن مدحت يصف محامي نادي الزمالك بانه محامي محايد وانه 10 على 10 وانه تفضل قول لنا رايك في موضوع كهربا وانه الاهلي ممكن يحصل فيه ايه وكهربا ممكن يحصل له ايه،
لانه الراجل محايد. طب صدى البلد والنهار وكل القنوات والمواقع والاذاعه كله اتكلم وكل الناس حافظه انه محامي الزمالك الاستاذ نصر عزام. العشرة على عشرة محايد. انت سالت سؤال مهم جدا، طب ما هو مش بالضروره كابتن مدحت شلبي يكون متابع كل البرامج دي وبيقرا كل المواقع دي وعارف كل المتابعات في كل قضايا نادي الزمالك عشان يبقى عارف اللي جابوا له محامي نادي الزمالك وقالوا له ده اللي هيفض الاشتباك في موضوع كهربا لانه المحامي المحايد. هل فعلا كان الكابتن مدحت يعرف ولا ما يعرفش؟ طب ما نشوف الكابتن مدحت نفسه من كام سنه على مودرن سبورت كان عارف نصر عزام ده مين ولا لا؟ حضرتك عارف طبعا ان شيكابالا كان المفروض معار لنادي الوصل لغايه نهايه الموسم. وبعد كده طبعا الفتره الاخيره تم فسخ التعاقد يعني بالتراضي ما بينهم. نعم. وكان طبعا بعد فترات القيد هنا في مصر يعني. احنا بنحاول دلوقتي ان احنا نستفيد من الاستثناء اللي موجود في الاتحاد الدولي ان ممكن ان هو شيكابالا توصل البطاقه بتاعته الدوليه لنادي الزمالك. طيب يبقى انت وقعتني وقعت الكابتن مدحت في الفخ. يعني كابتن مدحت استضافته محامي نادي الزمالك وكاتب محامي نادي الزمالك وكان مكتوب الخط الاحمر تحت محامي نادي الزمالك ده محامي نادي يعني الزمالك. المداخله معروفه وقدمه بهذا ونقدر نجيب المداخله كامله لو حبوا يعني. اه اذا كابتن مدحت بتسال سؤال عارف اجابته وهو بيجاوب على سؤال بغير الحقيقه اللي ما كنتوش انتوا الاثنين محتاجينها. ما تقدموا نصر عزام محامي نادي الزمالك ويطلع يقول من وجهه النظر بالظبط حق. لكن اردت ان المتلقي الذي لا يدري والمتلقي البسيط والذي يلبس العلم والذي يثق في حضرتك وفي برنامجك ان يظن بحيادك. يا كابتن مدحت انا عايز اعرف، هات لي مره طلعت في قضيه واحده قلت الاهلي عنده حق. الكابتن عصام الحضري ايوه كان متبني زي سيم كيس. لا مش سيم، متبني لدرجه ان انا متبني نفس قضيه الكهرباء يعني. لا. لا 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 لا، كابتن عصام الحضري كان مجدد عقده من 3 اشهر. كابتن عصام الحضري كان قد سجل قبليها بشهر في القائمه الافريقيه وعدى القيد الشتوي وسافر في فبراير. ما احنا جاي لك اهو بس والنبي عشان انا يعني بحب الناس تتابع الفروق. الكابتن عصام الحضري لما جاله العرض جاله احسن حارس مرمى 3 مرات في مع النادي الاهلي ومع المنتخب في افريقيا. فالكابتن عصام الحضري جاله المشكله انفجرت في نص الموسم، يعني انتقاله جاء في بدايه بعد الموسم الشتوي على طول مش نهايه الموسم. دي فروق كلها جوهريه. الكابتن عصام الحضري سافر احد المدافعين عن حق وهذا حق، بس ابقى كده قول انا مع يعني، انما ما تقولش انا محايد. انت ما كنتش محايد. لما جينا القضيه انا عملت مداخله في اخرها بتاعه الكابتن حسني عبد الرب. لا هكملك بس عصام الحضري. كابتن عصام الحضري اول مره نسمع عن البطاقه المؤقته ولعب بيها في سيون. اتنقل من سيون جه مصر لعب في الاسماعيلي والزمالك بايه؟ ببطاقه مؤقته. يعني برضه ما كانش لعيب، كان جاي وكان كل الناس بما فيهم اولهم الكابتن مدحت بيدافع عن هذا الحق. لما راح للاسماعيلي تاني مره وحصلت مشكله معاه لقيت الكابتن مدحت شلبي وعندنا نقدر نجيبها يعني المداخله بيهاجموا علشان بيهاجموا وقال له لا المره دي بقى انا اللي ههاجمك، احترم تعاقداتك يا كابتن عصام مع الاسماعيلي. مع الاسماعيلي. انت متعاقد لازم تحترم تعاقداتك. ايوه. فطلبت مداخله. قلت له كابتن انا اشيد بموقفك في التمسك بحقوق الانديه واحترام التعاقدات. قال لي اشكرك. قلت له بس ده ما كانش موقفك لما كان الخلاف بينه وبين النادي الاهلي. شكرا. حبيت ان انا اوضح يا كابتن مدحت ليه كده؟ خليك مصرتك واحده، يا انت شايفه من حقه باستمرار لانه يدور على افضل حاجه له
يا اما كنت وقفت مع النادي الاهلي اللي انت واخد منه موقف بدون سبب. اه احيانا تدافع في حاجات تانية، حتى في قضايا البث التلفزيوني ولا مره وقفت مع النادي الاهلي وقلت الشيء ونقيضه لما جيت انت هتتعرض اللي كان فكره التشفير، قلت ده مش حق النادي الاهلي وفين والبلد. لما انت رحت في منطق في حته من مصلحتها ان تشفر كنت بتدافع عن هذا الحق بقى. العكس، الدوري حق النادي ولا حق الاتحاد؟ احنا مش بنتكلم بنهاجم، احنا بنتكلم بنقول حقائق عشان كلنا نقف قدامها. احنا عايزين المصلحه. فاكر الفقره اللي احنا موقفه وقت ما كان بيدافع عن النيل للرياضه وهو في النيل للرياضة؟ أيوة. ثم على القناة الخاصة. أيوة أيوة. كل شيء عمله النادي الأهلي كان بالنسبة له غلط، كل شيء كان فيه مصلحة. يعني حتى لو مع أو ضد النادي الأهلي، بس مش مع الموقف اللي هو فيه كان بيهاجمها. ماشي، لكن لما تيجي النهاردة في قضية كابتن حسني عبد الرب، من أول يوم قلنا خلافنا ليس مع النادي الإسماعيلي يا جماعة. احنا كان في لعيب في ستراسبورج معار لنادي اسماعيلي، رجع ستراسبورج اشتريناه، والكابتن حسني جه مضى معانا. لما النادي اسماعيلي رفع القضيه على مين؟ ما رفعهاش على الاهلي، رفعها على ستراسبورج. احنا كنا مقدمين كل الاوراق لاتحاد الكوره، فاتحاد الكوره عمل ايه؟ عمل هولد، قال استنى لما القضيه اتحكم فيها اللي بين ستراسبورج وبين الاسماعيلي هو بتاع مين؟ في الاثنين دول. لو اتحكم للاسماعيلي روحوا اشتروه من الاسماعيلي، رضي رضي، ما رضيش يبقى خلاص. اتحكم لستراسبورج خلاص هيبقى بتاع النادي الاهلي. وظلت حافظه الاوراق كامله. والشهاده الدوليه فضلت في مصر ما اتبعتتش لستراسبورج. عشان منتظرين الحكم. صدر حكم الاتحاد الدولي باحقيه ستراسبورج في اللاعب. كان في استئناف امام الكاس، المحكمه الدولية الرياضية الدولية، اتحكم حكم بات نهائي في هذا الأمر. اتحاد الكورة مرضاش يسجله. ستراسبورج بعت لنا بيبارك، خلاص أنا كسبت القضية، ابعتولي بقية الفلوس، ابعتولي بقية الفلوس علشان يبقى العقد يفعل ومبروك وخلاص. هو عمل برضو برنامج، أعتقد كان الأستاذ فتحي سند والأستاذ محمد سيف، مش فاكر مين، برضو بيهاجم موقف النادي الاهلي. احنا يا كابتن مدحت مالناش دعوه بالاسماعيلي، احنا بنتكلم ستراسبورج. ستراسبورج كلمنا بجواب رسمي، فقلت له ستراسبورج كلمنا النهارده بجواب رسمي، مبروك انا كسبت القضيه، اللعيب انت اشتريته مني، اديتني 500,000 يورو، باقي 200,000 يورو لو سمحت ابعتهم لنا. بعتناهم له. قال اه انا ما اعرفش التفاصيل دي. قلت له يبقى يا كابتن مدحت، قال لا اذا كان كده يبقى الموضوع واضح. وبعدين اول ما قفلت راح باصص لضيوفه وضاحك وقال بس هو بتاع مين؟ قالوا الاسماعيلي. واحنا كنا خلاص خدنا قرار. خدنا قرار خلاص، الموضوع ان احنا كنا بنثبت حقنا. وكان ممكن نستمر في القضايا بقى واللعيبه توقف، ما رضيناش نعمل كده. علاقتنا كانت اهم من وحرصنا على اللاعب. لكن كنا عايزين نقول لنا يا جماعه ما غلطناش في حاجه، رغم ان الاحكام كلها معانا، اللي احنا اذا اللاعب قال انا مش عايزكم وفي مشكله كبيره هتضر وضر، خلاص هنتوقف عند هذا الحد، وده اللي حصل. فانا هي الفكره كلها يا استاذ ابراهيم انه ما فيش قضيه، مهما قدمت ادله انت. هو مش بيساله عشان الادله على فكره. هو بيروج لفكره. ده لعيب بقى طيب رجع تاني قال انا كنت بعمل كده عشان اخلص كل المشاكل وارجع كهربا لعقله، واقول له انت في كل حته بتعمل مشاكل. طيب الكلام ده ما عملتوش في الزمالك ليه وخدمت نادي الزمالك؟ اذا كان الحرص ان اللاعب يتوب الى رشده مثلا، انت كده بتنحاز للاهلي. اول ما يجي الاهلي بقى هتهاجمه عشان يفوق. هي الفكره موضوع كهربا ما يعنيناش النهارده، مش عارفين هيرسي على ايه، او مش دورنا نتكلم في الموضوع ده دلوقتي. لكن احنا بنتكلم. طب هو كابتن مدحت عمل كده ليه؟ هتيجي تقول لي انت كل بقى واحد ما يقولش رايي على مزاجك وتهاجموه، عندك انت معلومات قولها لنا. هي الفكره مش علاقته ايه بحسام طروادة؟ مش انا مش دي انت النهارده من حقك تعالج قضية ومن حقك تعرض وجهة نظر
الطرف الثاني، لكن ايه فكره ان انا اجيب محامي محامي الطرف الاساسي في القضيه وغيب الطرف الثاني اللي المفترض النزاع حاصل، واصف ده انه ده المحايد وده اللي 10 على 10 اللي هو هنا ولا هنا، وبالتالي رايه يسمع وتفضل قول، فيقول نصر عزام انه مش هتلاقي خبير لوائح محايد بالظبط. أيوة. وتلاقي بقاله 10 سنين الراجل المحامي المباشر بتاع نادي الزمالك. هل فعلا دي منصه اعلاميه بتبنى بهذا الشكل ضد النادي الاهلي ومجلس ادارته؟ هل تم اعتماد هذه المنصه لمواجهه النادي الاهلي او لهدم مجلس اداره؟ طب يعني ده يعني انت متوقع ان هتاخد موقف ثابت؟ جالك الهاجس ده منين؟ بص، المؤشرات كلها واضحه وطاوله العمل واضحه والمسائل كلها مكشوفه. اذا كان احنا ما نقدرش نتكلم دلوقتي لانه احنا بنتكلم في قضيه الاهلي لم يعلن فيها عن موقف بعد، فبالتالي ما احناش مخولين النهارده لمناقشه هذا الموضوع، انما فقط لما يوصل المساله في التلبيس الاعلامي ان انا اجيب محامي الطرف المباشر واصفه بالمحايد، لا نبقى المساله فيها كتير جدا من التدليس والتلبيس اعلاميا. اتمنى ان احنا نكتفي بهذا القدر او بهذا الحد في هذه الجزئيه يا باشمهندس. لا يعني انت كنت، طب انت شايف ان الموضوع انت عند كده ولا يعني ولا ده توجس ولا 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 هتمشي في المسار ده ولا البناء؟ انا شخصيا مندهش انه يبقى المعالجه كلها ضد اللاعب، محاوله فتح كل الامور ضد كهربا، محاولة توجيه القضية والرأي العام فيها واتحاد الكورة حتى في اتجاه معين، بينما الطرف الآخر لا كهرباء قال رأيه ولا النادي البرتغالي قال رأيه ولا المحكمة أصلا اللي راحت لها الأوراق أصدرت حكمها، لكن بالتالي منصة إعلامية بتاخد القضية كلها في اتجاه معين. يعني إيه منصة إعلامية؟ يعني إيه منصة إعلامية بتاخد اتجاه معين يعني؟ شوف، هو الكابتن مدحت شلبي في ظهوره الاخير اللي بنتمنى له فيه كل التوفيق، رئيس تحريره الاستاذ محمد صيام، الضيف الدائم معاه الاستاذ اسامه خليل، الاثنين من حيث الموقف الانتخابي الاخير في الاهلي الامور كانت معلنه وواضحه وضوح الشمس للجميع. هل ده يفضل ماشي بهذا الشكل من هذه المنصه فيما يخص النادي الاهلي؟ انت كده جاوبت على لماذا جاء نصر عزام بصفته محايدا وما جابش طرف يمثل الكابتن كهربا. ما هو احنا مش مالناش دعوه، احنا لحد دلوقتي القصه تخص كهربا مع نادي النادي اللي كان فيه نادي الزمالك. نادي، وهو كان الاستاذ نصر كان يستطيع ان يدخل بالصفه من حقه يدافع عن وجهه نظر الزمالك لان اللاعب ده دوره، مش الزمالك شاكيه، هو ده دوره بالظبط وغالبا الملف معاه. انما كده يبقى انت المساله كده ممكن تبقى لا مش هتقف عند هذا الحد. ودي بقى هو ده حصان طروادة بقى. انك بتصدر لي حاجه لكن هي بتدار بطريقه طب اربط بقى ما يكتب خلال الأسبوع الماضي مع الضيف مع رئيس التحرير مع هذا البرنامج مع صفحات أخرى، هما نفس الأبطال، نفس المجموعة اللي واخدة موقف من النادي الأهلي واللي كانت مستولية على العمل الإعلامي والإداري داخل النادي الأهلي خلال الأربع سنين من 14 ل 18 واللي هي النهاردة ما زالت بتعمل بكل الجهد على ان هي تضرك وتديرك. يعني لما انا بقول حصان طروادة اظن الناس فهمت قصدي ايه. صحيح، انت كنت عايز تخترق النادي الاهلي، الحمد لله ربنا نجانا وروح يا اخي، انا مش لا انا خصمك ولا انا عدوك ولا عايز لك الشر، عايزك ترتقي وتتقدم كاعلامي وتزدهر، بس وريني مرة انك بتتكلم على ناديك وتفخر بيه، وريني مرة زي انت بتنقد ناديك عشان تصوب اللي انت منتمي له.
مش كل حياتك مكرسة انك انت تهاجم النادي الاهلي وتشتم في رموزه وتهينها وتوضح السوء. طب اما النادي الاهلي ساقي كده كنت حريص تكون موجود فيه ليه؟ ولا المساله دي هتنتهي عند ايه؟ بنفس الاسماء يا استاذ ابراهيم الخمسه او السته بخلاف اللي بيحركهم اللي انت عارفه وانا عارفه الاعلامي اللي هو يعني راجل يعني اللي قالها لنا وش يا نقوم الزمالك كان وقع الاهلي فهو الراجل قالها يعني افتكرها انها دعابه لكن هي خطه وما زالت مستمر. انا بكلم جمهور الاهلي احضروا حصان طروادة. طيب احيانا برضو في الجرايد فيما يخص اللعيبه ممكن دي حاجات تكون بحسن نيه بس الحرص دايما وابدا على انه اللعيب الفلاني هيمشي واللعيب العلاني عنده عقد واللعيب الفلاني عايز يمشي باي شكل. اللعيبه نفسها بتضيق صدورها الحقيقه بالكلام ده. وليد ازار واحد من الناس اللي لغايه النهارده كتير من الجرايد اخرهم النهارده اعتقد منشطتي يمكن في الوطن او في المصري اليوم في الوطن وليد ازار يبحث عن عرض للرحيل وده اتكرر في جرايد كتيره الفتره اللي فاتت وما بتبقاش فيه فرصة للاعب نفسه اللي زهقان واللي عايز يمشي واللي بيبحث عن فرصة للرحيل انه فعلا يقول موقفه ايه. امبارح بعد فوز الاهلي وليد ازارو سئل في قناة اون سبورت اعتقد عن زهقه ورحيله نشوف وليد ازارو بعظمة لسانه قال ايه. بالنسبة لي أي واحد زي ما قلت لك هو ليه الحق إنه يتكلم فأي واحد عنده بقه فيتكلم عادي. بالنسبة لنا إحنا بنركز كل المقابلات نحقق المبتغى بتاعنا جميعا مش شخصيا إننا نفكر في كل مقابلة وندي بشكل كويس وعشان نسيب صورة نادي الأهلي دايما فوق. وليد عقب لقاء الهلال السوداني كان في كلام انك ما كنتش سعيد بالمشاركة وده أمر طبيعي جدا. هل كان في جلسة ما بينك وما بين فايلر وقال لك إيه في الجلسة دي؟ لا ما كلمنا جماعيا مش شخصيا وبالنسبة لأي واحد يعني بيحب انه ينزل ويلعب فده بالنسبة لأي لاعب ده شيء عادي يعني بس هم كلموا دخموا الموضوع واظن انه كابتن سيد عبد الحفيظ طلع وقال اللي موجود يعني زي ما قلت لك الناس بتحب تجود كتير فده بالنسبه لهم اي واحد عاوز يتكلم يتكلم عادي يعني. وليه شايف اللي جاي ازاي وهل مكمل مع النادي الاهلي ولا في كلام ان الموسم ده يكون اخر موسم ليك او ممكن تمشي في يناير؟ ايه الكلام يعني؟ والله الكلام بيجي عندكم يعني مش عندنا يعني لحد دلوقتي انا موجود في النادي الاهلي وعقدي لسه موجود في النادي الاهلي وبالنسبه للفتره اللي جايه فانا شايف انه زي كل مره احنا دلوقتي ننسى مقابله واد دجله ونفكر في الماتش اللي جاي يعني بالنسبه للدوري ولا الكاس ولا افريقيا. طيب هو يعني حتى السؤال يعني انا لما اكون لعيب وافضل اتسال هذه الاسئله لا انا ما احبش اتسال الاسئله دي وانا مش فاهم ده دور مراسل ده راجل جايب جون في ماتش يطلع يساله السؤال ده ليه؟ يعني الحقيقه انا ببقى ساعات بستغرب انا راجل بلعب مباراه اسالني على الماتش على الجون اللي جبته على الكلام ده انما تقول لي هتمشي ولا هتقعد هو لا لا الاهلي قال انا همشي وليد ازارو ولا وليد ازارو عنده عروض وهو قال لك دي العروض بتيجي للناس دي بس ما بتجيلناش احنا. يعني الموضوع لماذا يصار؟ حتى لو في تفكير يا اخي مش انت مش كل يوم لازم نقول جيرالدو اجاييه ازارو الحاح يعني ديانج بطن حصان طروادة مليان للدرجه دي؟ لا طريقه لا ممكن ده يبقى ما اعرفش ده سؤال ممكن يبقى يعني حسن نيه مجرد من باب الايه انا مع وليد نسال السؤال ده وده طبيعي على فكره ما دام بيتكرر او بيتردد كتير في الاعلام لا بس في اللحظه دي لازم يتسال مش في اللحظه دي سيبه يفرح بالجون اللي جابه. الاعلام مش هيختار توقيت يعني هو في يختار مش هيتتاح له فرصه يقابل وليد ازارو كتير ما علينا دافع انت لا وانا بدافع برضه كل حاجه بس اتمنى انا اتمنى يا استاذ ابراهيم ان احنا كفايه ضغط على اللعيبه مش ده المناسب يعني انا سيبني منتشي جايب جون بقى والماتش اللي فات جايب جولين والدنيا هتمشي
يبقى يسألوا على الصحوة، هل في جديد في طريقة تدريبك، هل في جديد في طريقة صنع الألعاب، هل بص هو من ناحية ان هو مراسل او زميل من حقه يسأل اللي هو عايزه، بس انا بتكلم على كل ما يتم قبل كده نشره من اخبار مغلوطة، هي دي الفكرة. هو انت معاك في حق في دي. هو خد السؤال من الأسئلة من انشغالة الرأي العام دي، كلام سليم، انشغالة كبيرة جدا. عشان كده انا بقول لك انا بترويج اخبار، انا فاهم انها أخبار. بحسن نية يعني مش صحيح. لكن كانت فرصة ان وليد ازارو يوضح موقفه. الضربة القارية الأولى اللي حصل بعديها بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. زي امبارح 12 ديسمبر، هو 12 ديسمبر لسه صحيح، كانت الضربة القارية الأولى. الضربة القارية الأولى للنادي الأهلي 12 ديسمبر إمتى؟ 12 ديسمبر 1982 ضرب الأهلي ضربته القارية الأولى، زي النهاردة بالظبط، زي النهاردة 12 ديسمبر، لكن سنة 82 ضرب الأهلي الضربة القارية الأولى، فاز ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال، ومن بعدها فتح الباب. ده الهدف الأسطوري في مرمى كوتوكو اللي سجله الكابتن محمود الخطيب واللي جبنا بيه أول بطولة، وكانت بداية مجد قاري كبير جدا، انتهى بالأهلي ناديا للقرن وصاحب كل الأرقام القياسية اللي هنرجع لكم ليها. لكن على ذكر الأهلي وبطولاته بقى، في السنوات العجافة باشمهندس البطل في منزل صباح، سنوات العجاف، انت قلت تعبير المرة اللي فاتت، عجاف الأهلي وسمان الزمالك. ايه ما هو انت، احنا كنا محتكرين بطولة الدوري من 48 بمسماه الجديد لحد سنة 60 لحد 59 60. هو قال لا لحد 59 بالظبط، كسبناه 9 مرات والدوري توقف مرتين. ايوه كويس، فما حدش خده غير الاهلي. بعدين بعد كده جم في فترة الستينات قالوا ده الأهلي وقع، و يعني تدخل المشير لإنقاذ النادي الأهلي وبدأت سنوات الزمالك في الستينات. طيب فأنا طلبت إحصائية للستينات، الستينات، ففوجئت بحاجة غريبة جدا. الستينات وما أدراك ما الستينات، عجاف الأهلي الأهلي كسب الدوري مرتين وكسب الكأس مرتين. هقول لك احصائية دقيقة جدا. قول هقول لك احصائية دقيقة، لكنه على ذكر الستينات بقى، هي ايه حكاية صباح؟ الفنانة صباح؟ لا ده السنة انت مش هنستعرض الفقرة دي؟ لا هتستعرض الأرقام بتاعتها، بس 20 أبريل، أنتوا هتشوفوا اللقطة. 20 أبريل 1962 الأهلي بيكسب الزمالك 3-0 للسايس وطارق سليم ورفعت الفنجيلي عليهم رحمة الله، لينهي حيرة، وحصل الأهلي على لقب الدوري. فإيه اللي حصل؟ ينهي حيرة صباح، فنانة صباح اللي غنت بين الأهلي والزمالك محتارة ما بقتش محتارة، استضافت فريق الأهلي في بيتها في وجود الفنان عبد الحليم حافظ عشان يغنوا لأبطال الأهلي في منزل صباح. دي الصور اللي حصلت بالأهداف الثلاثة للسايس وطارق سليم ورفعت الفنجيل، دي صور نادرة، الاجوال الثلاثه وهم شوف عبد الحليم وغنى عبد الحليم بعدها. طبعا انتوا عارفين مدى اهتمام عبد الحليم حافظ بالاهلي والاهلاويه. الستينات بقى اللي بيوصف الاهلي دايما وابدا فيها انه كان منهار، وانه اللي دايما وابدا بيتناول تاريخ الكره المصريه بيشير دايما وابدا ان الستينات مش بتاعت الاهلي، مش بتاعت الاهلي، دي بتاعت الزمالك. ايه اللي حصل في الستينات؟ لو قلنا موسم 60-61 بدايته لغايه 66-67 لما الكره وقفت بسبب حرب يونيو، انتوا متخيلين انه الجدول ده لفتره الستينات الاهلي اخد 5 بطولات، الزمالك خد 3 بطولات، يعني في السنوات العجاف الاهلي الاكثر حصولا على البطولات. الخمسه هم ايه؟ الأهلي فاز بكأس الجمهورية العربية المتحدة 61، فاز بالدوري،
والكاس 60-61، ادي بطولتين والجمهوريه العربيه ادي ثلاثه. فاز بالكاس موسم 61-62 ادي اربعه. فاز بالدوري موسم 65-66 يعني ادي البطوله يعني الخامسه. يعني يخسر سنتين ويكسب سنه ويرجع السرير ويلعب نهائي بالظبط في 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 66 مع الاسماعيلي. ايوه يعني يعني المباراه اللي كانت يعني حاسمه. طيب مع ايه؟ مع الترسانه مع الاسماعيلي 67 الثانيه. نهائي 66 مع الترسانه ده الكاس. ايوه انا بتكلم الدوري. الدوري اتحسن بمباراه لا الدوري بتاع 67 يا ابراهيم مين اللي خده؟ الاسماعيلي اخر دوري. الاسماعيلي 76 67 67 ايوه خدوا الاسماعيلي بمباراه فاصله في الاسماعيلي. والترسانه خد الكاس والاهلي خد الكاس. الترسانه خد الكاس. الترسانه خدنا قبليها بقى احنا 65 66 الاهلي بطل الدوري وخدنا الكاس. الاهلي بطل الكاس والاولمبي بطل الدوري. يا ابراهيم تاني قرام بالسنوات عشان كده في 60-61 ايوه الاهلي خد الدوري وخد الكاس. ادي بطولتين 61-62 كاس الجمهوريه العربيه المتحده. الاهلي خد الدوري ادي ثلاثه. ادي ثلاثه 65-66 الاهلي خد الكاس. اربعه كان واخد كاس الجمهوريه العربيه المتحده 61 ادي الخمسه. ولعب مع الاسماعيلي فاينل الدوري على مباراه فاصله 66-67 ما كانتش فاصله كانت المباراه الاخيره المؤثره. يعني اللي يكسبها يشيل الكاس. قصدي هتبقى فاصله. يبقى الستينات وما ادراك ما الستينات. في هذه السنوات العجاف الاهلي خد خمس بطولات الزمالك خد ثلاث بطولات. تعرف ده معناه ايه؟ شوفوا بقى ثمان الزمالك وعجاف الاهلي. عارف الزمالك خد بس للتاريخ الزمالك الثلاث بطولات اللي خدهم في الستينات. خد خد الكاس موسم 61-62 وخد الدوري موسم 63-64 وخد الدوري موسم 64-65 ادي الثلاث بطولات للزمالك في الستينات. مين بقى ابطال الدوري غير الاهلي والزمالك في الوقت؟ الزمالك واخد الترسانه واخد خد الكاس موسم 66-67 خد الكاس موسم 64-65 خد الدوري موسم 62-63 تلات يبقى بطولات. الزمالك واخد ثلاث بطولات. الترسانه واخد ثلاث بطولات زيه زي الزمالك. الاهلي خمسه الترسانه ثلاثه والزمالك ثلاثه. ليه انا بقول لكم الترسانه؟ اذا خلينا نقول حقبه الستينات عشان يبقى كشفها واضح لان هي السنوات العجاف بتاعت الاهلي حتى وهو في سنواته العجاف اعلى اكثر حصولا على البطولات من كل الانديه. عارف خمس ليه؟ خمس بطولات. ليه عارف ليه اتسمت كده واعتبر الاهلي في ازمه؟ ان الاهلي بيحاسب على احتكار البطوله مش انه يفوز بيها. صحيح. يعني بيقول له انت خسرت البطوله سنه كذا. ايوه انت خسرت البطوله الفلانيه مش كسبت فبمجرد انك تعدد لي. انت عارف ده بيفتح الباب ليه؟ زميلنا علاء صلاح يمكن في المجله مره نشر ظروف فقدان الاهلي لبطوله الدوري ودي لازم نعملها كل موسم نبدا نتناوله. القاعده ان يفوز الاهلي بالدوري القاعده التاريخيه. فماذا يحدث للاهلي يخليه ما يكسبش الدوري؟ ايه المرات الاستثنائيه القليله لانه ال 41 بطوله المنطقية فيها الاهلي بيتوج بالدوري. ايه اللي بيحول دون الاهلي والدرع؟ ايه اللي بيمنع الاهلي من ان هو ياخد بطولته المفضله؟ ايه تفاصيل كل موسم الاهلي فقد فيه البطوله؟ في مرات فنيا ممكن يكون مستواه كان اقل وبيخسر ماتشات او بيمر بمنحنى نازل. لكن في تفاصيل كتيره جدا في المرات اللي الاهلي فقد فيها بطوله الدوري محتاجه يتبص عليها. فنعدكم ان شاء الله بتناول شامل. يعني هو في سنه اللي كسب فيها الدوري من الاهلي في هذه المرات. السنه اللي هي 65 اللي يعتبر الاهلي يعني بيمر بمشكله عشان الزمالك كسب دوري وكاس اظن في السنه دي ولا طيب. دوري احنا قلنا الاهلي الاهلي خد البطولات خمس بطولات في الستينات. الترسانه واخد ثلاثه. على ذكر الاهلي والترسانه عشان زميلنا العزيز محمد مصطفى في الاعداد لقط حاجه بذكاء شديد جدا من ثلاثيه نجيب محفوظ من السكريه. نجيب محفوظ في السكريه والسكريه بالمناسبه احداثها دارت ما بين سنه 34 و43
ونجيب محفوظ كان واحد من اللي بيلعبوا كورة في المناطق الشعبية. لكن له فقرة تبين لكم هي خريطة الكورة كانت بين مين ومين، المنافسات الثنائية شعبيا كانت بين مين ومين، الأضداد القوى المتنافسة مين ومين. احنا دلوقتي بنقول للأهلي والزمالك، هل في السكرية نجيب محفوظ كان شايفها أهل وزمالك وقتها في الأربعينات ولا الخريطة اتغيرت؟ بيقول في رواية السكرية: فضحك كمال ضحكة عليها وقال: هذا قولنا وذاك قولكم، ترى الأصل من هذا الخلاف، الدين أم الطبيعة البشرية المتطلعة أبدا إلى الخصام؟ لا المسلمون على وفاق ولا المسيحيون على وفاق، وستجد نزاعا مستمرا، بص الأضداد، بين الشيعي والسني وبين الحجازي والعراقي، كالذي بين الوفد والدستوري وطالب الأداب وطالب العلوم والنادي الأهلي والترسانة. ولكن رغم ذلك كله فشد ما نحزن إذا ما طلعنا في الصحف خبر زلزال باليابان. اسمع لماذا لا تعالج ذلك في قصصك. إذن وهو بيعرض للمنافسات واضح الضدية كانت الأهلي والترسانة. الأهلي والترسانة ده كان مسألة واضحة جدا. الألفية الثانية فترتين كل منهم كان ثلاث مواسم زي ما عرضنا لحضراتكم خريطة البطولات. الترسانة كان فعلا نادي بطولات قوي جدا جدا طول عمره. صحيح. وفي الستينات بقى هو ده اللي عمل المفاجأة. أظهر مستوى جبار، ويمكن عشان كسب الأهلي مرتين في أسبوع 5-4 وابتدى يكسب بطولات، فممكن الانطباع جه ان النادي الاهلي في محنه. طيب الناس ما اتعودتش تشوفه. الضربه القاريه الاولى 12 ديسمبر 82 فتحت الباب للاهلي انه يحقق بطولات كتيره جدا، يكون الاكثر تتويجا للبطولات القاريه، يتسلم جائزه نادي القرن في جوهانسبرج 2001 الكابتن سليم عليه رحمه الله، ويعتلي الاهلي صداره انديه العالم حظا للبطولات حتى تمكن ريال مدريد من القفز على هذه الصدارة. لكن حزمة من الأرقام القياسية التاريخية الكبيرة جدا اللي خلت الأهلي بعد هذه الضربة القارية الأولى فيما هو عليه الآن. أرقام الأهلي الأفريقية: الخطيب هداف القارة السمراء برصيد 37 جون، لم يتم كسر هذا الرقم إلا في 2012. الهدف اللي بدأ بيه شفتوه في ماتش كوتوكو ظل هذا الرقم صامد 25 سنة. الأهلي 20 بطولة قارية والزمالك 12 بطولة قارية، مازيمبي عنده 11. الرقم الثالث: الأهلي أكثر الأندية الأفريقية مشاركة في كأس العالم للأندية اللي انطلقت هذه الأيام في الدوحة بواقع 5 مشاركات للأهلي، صاحب هذا الرقم القياسي. الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز بدوري الأبطال 8 مرات والزمالك ومازيمبي 5. الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس 4 مرات، المقاولين عنده 3 والنجم الساحلي لقبين. الأهلي عنده الرقم القياسي في الفوز بكأس السوبر 6 بطولات والزمالك ومازيمبي كل واحد عنده 3. الأهلي متسيد القارة، الزمالك وصل للفوز 130. الناس اللي اتكلمت الفتره اللي فاتت انه ارقام الزمالك افضل من الاهلي، الزمالك نادي كبير ونادي عنده مشاركات تسعد جماهيره، لكن للامانه وللتاريخ الزمالك وصل للفوز 130 في تاريخ مشاركاته الافريقيه. الحقيقه ان الزمالك وصل للفوز 129، بينما الاهلي اللي بيوصف بانه مش صاحب الرقم القياسي في هذا السياق، الأهلي عنده 182 مرة وصل للفوز 182 مرة. فلو ال 182 أصغر من 129 ابقوا نبهونا. الزمالك صاحب أعلى نسبة فوز في تاريخ البطولات القارية 53%. الحقيقة نسبة فوز الزمالك في مبارياته الأفريقية 50.39 50.39%. طب والأهلي 50.84 زي ما هو ممكن تشوفوه على الجدول دلوقتي. الزمالك صاحب الرقم القياسي في أقل الفرق خسارة على أرضه بواقع 5 هزايم فقط، لكن الأهلي خسر 10 والترجي خسر 14. ده الخبر اللي أنت بتصححه. لا، الزمالك لعب
256 مباراة في أفريقيا، لكن الأهلي لعب 358 مباراة. يعني الأهلي لعب في أفريقيا 358 مباراة، زاد على الزمالك 102 مباراة. فالطبيعي جدا لما تعمل نسبة وتناسب تطلع بهذا الشكل. ما تعملها بالنسبة كذا في المية وخلاص. الأهلي خسر 9 مش 10، لكن النكتة فين؟ طب ما لو اعتمدنا هذا المقياس، أنت عدد مشاركاتك قليلة فعدد هزايمك قليلة، منطقية مش كده؟ طب والإسماعيلي أول نادي مصري يرفع كأس أفريقيا، الإسماعيلي خسر في أفريقيا 4 مرات فقط على ملعبه، يبقى هو رقمه أحسن. المقاولين وإنبي والمصري شاركوا ومنهم أحرزوا بطولات، كل واحد فيهم خسر بس مباراتين فقط على ملعبه. وعلى ذكر المشاركات، حرس الحدود وغزل المحلة وسموحة كل واحد خسر مباراة واحدة فقط في ملعبه. ما هي مش بالنسبة، أيوة، وعدد المرات، لا دول هيبقوا هم المتصدرين. اه طبعا الاتحاد السكندري وبلدية المحلة والمنصورة والأولمبي والترسانة وبتروجيت وحتى مصر المقاصة ما خسروش ولا ماتش على ملعبهم، بس شاركوا في أفريقيا لو اعتمدنا هذا المقياس أو هذا المنطق. الزمالك الفريق الوحيد في تاريخ أفريقيا اللي ما خسرش على أرضه في 5 بطولات من أصل 6 بطولات قارية، اللي هي الكونفدرالية بالمسمى الجديد، كأس الكؤوس بالمسمى الجديد، بطولة أفريقيا، كأس السوبر الأفرو آسيوي. طيب واحدة واحدة، الكونفدرالية بالمسمى الجديد الأهلي ما خسرش فيها أصلا بمسماها القديم، كأس الكؤوس بالمسمى الجديد، طب كأس الكؤوس ملهاش مسمى جديد، دي اتلعبت من سنة 75 لغاية 2003 ووقفت، رغم أنه الأهلي لعب 22 مباراة خارج ملعبه مقابل 13 فقط للزمالك، بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري بالمسمى القديم والأهلي برضو ما خسرش فيها في ملعبه، كأس السوبر الأفريقي الأهلي برضو ما خسرش فيها بملعبه، الأفرو آسيوي الأهلي برضو لم يخسر في ملعبه. فمش المقارنة أن أنا أقول أن الزمالك كويس فمعناها أن الأهلي وحش، لا، المقارنة تقتضي أن أنا أحترم التاريخ وأحترم حقيقة الأرقام، لأنه ده فريق حقق بطولات وده فريق حقق بطولات، ده فريق أسعد جمهوره وده فريق أسعد جمهوره. الزمالك صاحب الرقم القياسي في عدم الخسارة على ملعبه 30 سنة ورا بعض، يا ربي. طب والحقيقة الإسماعيلي خسر من أهلي طرابلس 1-0 في الإسماعيلية من 33 سنة يا سيد، مش من 30 سنة، كانت في 22 مارس 72. يعني حتى لو هأصل للرقم ده فهو للإسماعيلي مش للزمالك، والمنطقيا أنت ما خسرش الإسماعيلي إلا يوم 19 أغسطس 2005 من المقاولين 1-0، يعني 33 سنة الأكثر من ده. الأولمبي لعب في أفريقيا، كان من الرواد رواد الأندية المصرية اللي شاركت من 23 إبريل 67، ما خسرش نهاية على ملعبه لأنه ما لعبش غير البطولة دي. أنت لعبت بطولة بعدها ما ظهرتش، أقدر أحسبها لك بنفس المنطق ونفس المقياس. لكن لو هنعد الأرقام القياسية الأهلوية القارية، الخطيب الأعلى تهديفا 37 هدف، يليه أبو تريكة 32 هدف، عماد متعب 28 هدف، 18 هدف لفلافيو، 17 هدف لحسام حسن. الأعلى في لعيبة الأهلي الخطيب 37، الأعلى في لعيبة الزمالك وليهم كل التحية عبد الحليم علي 23 هدف وجمال عبد الحميد 16 هدف. الأهلي عنده 20 بطولة قارية والزمالك عنده 12 بطولة قارية. الأهلي أكتر أندية أفريقيا مشاركة في كأس العالم للأندية 5 مرات والزمالك مشاركش. الأهلي عنده الرقم القياسي في الفوز بدور الأبطال 8 مرات، يليه الزمالك 5 مرات. الأهلي صاحب الرقم القياسي في أبطال الكؤوس 4 مرات والزمالك عنده واحدة. الأهلي فاز 35 مباراة خارج أرضه، الزمالك فاز 23. الأهلي عنده 83 خسارة من 358 مباراة بنسبة 23.18%. الأهلي حقق رقم قياسي على المستوى القاري لما لعب 20 مباراة متتالية بدون هزيمة. 20 مباراة متتالية للأهلي لعبها بدون هزيمة. أكبر رقم للزمالك بدون هزيمة في أفريقيا كان 8 مباريات فقط، ابتداء من الترجي
في دور الثمانية 2002 إلى السكر الكيني 2003، وكسرها سيمبا التنزاني في دور ال 16 في 2003. الأهلي وصل لنهائي بطولات أفريقيا للأندية 6 مرات متتالية، 6 مرات الأهلي ضيف على الفاينل الأفريقي من 82 ل 87، و4 مرات متتالية من 2005 ل 2008. الزمالك تأهل لنهائي البطولات الأفريقية على التوالي مرة واحدة 93 و 94 ومرتين متتاليتين فقط. الأهلي فاز على الزمالك ذهابا وإيابا في دوري أبطال أفريقيا 2005 رايح جاي، لم يستطع الزمالك الفوز على الأهلي أبدا في دوري الأبطال. الأرقام كتيرة جدا، لو اتكلمنا على المستوى المحلي محتاجين حلقة لوحديها نتكلم على أرقام القياسية اللي تفوق فيها الأهلي محليا يا باشمهندس. شوف، رغم أن أنا يعني عارف أن من الصعب على المشاهد أن يلاحق الأرقام بالشكل ده، لكن إحنا بنقولها عشان اللي عايز يرصد ويسجل ومن هواة التسجيل يقدر يرجع لللينك بتاع الحلقة ويقدر يسجل منها هذه الأرقام، لأن فيها مجهود حقيقي من فريق الإعداد اللي بنشكره طبعا، لأنه بنشكرهم واحد واحد: محمد مصطفى، عبد المنعم القسطى، مأمون الفداوي، ومحمود المخبازي اللي بالمناسبة بنقول له كل سنة وانت طيب، النهاردة عيد ميلاده وساب الحفلة بتاعة عيد ميلاده وجاي للحلقة. يعني هو موجود معانا النهاردة في الإعداد. مسؤولية والله، كل سنة وانت طيب يا محمود. ومخرجنا الجميل محمد شوارب الحقيقة اللي لحقنا كتير في تجهيز هذه الحلقة، اللي أنا زي ما قلت لكم في البداية هو ده الأهلي من بداية الضربة القارية الأولى اللي فتحت المجال لإحراز كل هذه البطولات. ودايما وأبدا الرواد يذكروا فيشكروا، لأنه لو أنت ما جرأتش اللعيبة ورحت أفريقيا وخدت البطولة وواجهت كل المصاعب بتاعت كوماسي جيل بعد جيل ما كنتش بنيت على ما تم. يعني دايما وأبدا كل المشاكل حتى بتاعت أفريقيا وسفرياتها وطائراتها، الأجيال القديمة عانت كتير، يمكن الظروف بتتحسن يعني يا أستاذ إبراهيم برضو جيل بعد آخر، عشان الناس برضو تخلي بالها إحنا مش من باب الزهو فقط والكلام ده والتفاخر، لا، إحنا بنقول عايزين التاريخ يتكتب صح، وإذا كان في أي أخطاء عندنا في أرقامنا حد يصوبها ويتكتب صح، ما عندناش مشكلة، وما بنهاجمش حد بعينه، إحنا إحنا بنهاجم أساليب، بنهاجم مواقف، لكن مش بنهاجم أشخاص أبدا طبعا. إحنا بس كل اللي عايزينه الناس تسيب الأهلي، لأن اللي مشاعرهم ما بتحبش الأهلي ما تحرجش نفسك وتضايق الأهلوية، لأن هم مش هيقعوا في الفخ ده، خليك في حالك والنادي الأهلي في حاله. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشرة مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.